اهلا بحضراتكم مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر. وحشتونا، وان شاء الله نقدم حلقه تسمعوا فيها كلام كتير مهم جدا. بالتاكيد يعني كنا مفتقدينكم، ونتمنى ان انتم تكونوا كنتم مفتقديننا. كنا نتمنى نرجع والنادي الاهلي فايز على فريق صن داونز الجنوب افريقي، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل، هزيمه 1-0. انا بالنسبه لي بعتبر الاهلي لم يحضر هذه المباراه، وبعتبرها مباراه للنسيان، ولكن مازال الصعود باقدام لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. طول ما فرصه الصعود لسه معاك فانت لسه محافظ على جزء من شخصيه النادي الاهلي داخل المجموعه. كنت تزعل جدا لو فرص الصعود كانت معلقه باقدام اخرين. بالتالي الكره في ملعب الجهاز الفني للنادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي، كلنا ثقه كبيره جدا ان النادي الاهلي قادر لقدم المستويات دي، متصدر الدوري اللي بيفوز على بيراميدز بثلاثيه، قادر ان هو في مباراه المريخ ثم مباراه الهلال، لكن هنركز بالتاكيد على مباراه المريخ اولا لان هي قبل التوقف الدولي، نقدر باذن الله نصالح جماهير النادي الاهلي، نقدر نحقق الفوز على المريخ ونستبعد المريخ من الصراع على التنافس على البطاقه الثانيه، لان وضع النادي الاهلي في المجموعه لا يليق بقيمه النادي الاهلي، لا يليق بقيمه اللاعبين الرجاله دول، لا يليق بقيمه الجهاز الفني. النهارده بنلعب المباراه الرابعه، المجموعه خلاص صن داونز 10 نقاط، النادي الاهلي 4 نقاط بالتساوي مع المريخ والهلال السوداني، ولكن ثقتنا فيكم كبيره. بالتاكيد يا فارس لسه الفرصه في اقدام لاعبي النادي الاهلي، وانا واثق ان هم هيوصلوا للنقطه العاشره باذن الله بالفوز على المريخ والهلال، حتى لو كنا هنحتاج تعادل مع الهلال بناء على نتيجه الهلال وصن داونز، لكن انا واثق ان هم ان شاء الله هيحققوا فوزين متتاليين ان شاء الله باذن الله. كحسابات اكيد الاماني موجوده وممكنه، وحظوظك جيده جدا، خصوصا ان انت هتقابل المريخ وهتقابل الهلال هنا، فده الشيء الجيد في الموضوع واللي لازم كلنا نتعامل وفقا ليه فيما يخص حساباتك الرقمية. ولكن فيما يخص حساباتك الفنية، الموضوع محتاج نتكلم فيه شوية ونشوف الأمور ماشية إزاي. نشوف الأمور ماشية إزاي. النهاردة مباراة هي من المباريات اللي أكيد كتير منا ما حبهاش، عشان نتكلم في جانبين. الناس بتقول الإرهاق، والبعض بيتكلم لا ما نتكلمش في إرهاق، والبعض بيتكلم في موسيماني. لازم نقول ان الامور كلها يا جماعه بتتاخد باكج. انت ما تقدرش عشان تحلل الاسباب الموضوعيه تعزل السبب عن المسبب، بمعنى اكيد كان عندك امور فنيه محتاج تعيد حساباتك فيها، لان في كل الاحوال طالما الاهلي في هذا الوضع في المجموعه يبقى لازم حاجات كتيره جدا فنيا تعيد حساباتك فيها. وانا في رايي الى الان احنا في دور المجموعات لم نعبر عن شكل النادي الاهلي الحقيقي. كمان انت عليك ضغوط لان انت جاي بطل نسختين ورا بعض، ده فارق جدا، وانا شايفه السنه دي فارق في كل حد بيلعبك، فارق في دوافع الفرق قدامك. النهارده فنيا في بعض الاسئله، زي ان انت بتلعب 4-3-3 او فيما يخص توظيف قفشه في الحته دي. اكيد كلنا بنشوف قفشه على مستوى خلق الفرص، صناعه الاهداف، المساهمه في الاهداف بالتسجيل، بيختلف تماما في 4-2-3-1 عن 4-3-3. مباراة خارج ملعبك هتحتاج فيها تحولات، هتحتاج لعيبة بتعمل الاكسلريشن وهي بتطلع بالكرة او وهي بتعمل التحول الهجومي. ما اعتقدش ان قفشة افضل خيار في ده، والتجربة قالت لنا ده. دي نقطة مهمة. ميكيسوني الى الان مردوده في المباريات الكبيرة او الصعبة زي بيراميدز، زي صن داونز ذهابا ايابا، المريخ، فيوتشر، حتى التعادل، برضو محتاجين نبص على النقطة دي. انت عندك امور فنيه محتاج تركز فيها في المباراتين الجايين، ولكن وهنا الجزء المهم جدا ان انا اتكلم فيه، لازم نحط عامل الاجهاد من ضمن عوامل النتيجه، ما ينفعش اغفله ابدا. انت بتلعب مباراه المريخ 48 ساعه، بتلعب امام بيراميدز، اللعيبه ما بتروحش، بتطلع على المطار تسافر رحله صعبه جدا لجنوب افريقيا من اطول الرحلات داخل افريقيا، عشان خاطر تلعب مباراه في الساعة 3 في الأجواء اللي دايما صن داونز بيحب يلعبك فيها. كل ده عامل من العوامل بنسبة وليس العامل الأساسي. نبص للصورة الكلية، عوامل فنية تخصنا، عوامل خارجية اتحطينا فيها، أدينا نتيجة في النهاية غير مرضية لينا كلنا. الحل إيه؟ الحل عندنا ماتشين لا بديل فيهم،
لا بديل فيهم حتى لو الحسابات تسمح بغير كده، ان احنا يكون عندنا شخصية النادي الاهلي ان خسرنا كتير جدا لصالح صن داونز نفسيا في حاجات كنا عوضناها. هو كويس ان احنا لما واجهنا صن داونز عشان الخسارة النفسية واجهناه في دور المجموعات، وللامانة بما اننا بنتكلم عن خسارة نفسية هنا رسالة لمستر بيتسو موسيماني، انا مش عاوز فكرة انك بتلعب امام صن داونز وبعض جماهير صن داونز اللي بتحاول تلعب معاه جيم نفسي ياخد من تركيزك قبل المباريات. انت كنت اهدى في النوك اوت البطولة الماضية، عايزين تحافظ على هدوءك ده، لان انا بالنسبة لي مباراة صن داونز اللي في القاهرة ومباراة صن داونز اللي في جنوب افريقيا كانت التحضير النفسي قبل البدني والفني اقل من توقعاتي من وجهة نظري، لان انت في مباراة صن داونز في القاهرة ضيعت فرص محققة كان من وجهة نظري الرعونة والتوتر اللي عند اللاعبين، وإن كان بعض جماهير النادي الأهلي حملت الموضوع لقفش، لكن أنا كنت شايف إن الموضوع أبعد من فكرة محمد مجدي قفش، يمكن هي الفرصة الأخطر، ولكن كان في فرص أخرى محققة وعامل توفيق مع فريق صن داونز، وغياب توفيق عندنا في الكرة اللي كانت في الدقيقة 85 اللي قدروا يسجلوا منها الهدف. النهاردة وإنت بتلعب ورايح للمباراة كان في بعض الحواجز اتحطت في طريق الباص عشان تعطلك نفسيا، بيتسو موسيماني بنفسه اللي نزل يشيل الحواجز، بيتسو موسيماني عايز يوصل رسائل نفسيه لجماهير صن داونز واداره صن داونز ممكن يشيل ده من على عاتقه اطلاقا، ما كانش يستدعي ان هو اللي ينزل، وانا مش بقول ان ده اسباب خساره المباراه، بالعكس ده انا مش عاوز صن داونز يتحول لفريق بالنسبه لبيتسو موسيماني وهو قائد للنادي الاهلي ان مباراته تكون مباراه مختلفه عن اي فريق ممكن يواجهه سواء في دور المجموعات او في مباريات النوك اوت، لان وارد جدا ان انت تواجه صن داونز بعد كده في مباراه نهائيه، فاتمنى يكون التحضير النفسي افضل، اتمنى من بيتسو موسيماني يكون الهدوء افضل ويفصل تماما من فكره التعامل النفسي مع جماهير وبعض اعضاء مجلس اداره صن داونز والرسائل اللي كانت بتحصل بين بعض الجماهير وصن داونز وبيتسو موسيماني، ده هيفرق كتير جدا مع بيتسو موسيماني، ده اولا. ثانيا انا هنا هختلف شويه مع فارس في فكره ان الفورميشن كان هو اللي ممكن يكون عامل مشكله 4 3 3 او 4 2 3 1، برغم ان انا متفق معاه ان قفشه بيأدي تماما في 4 2 3 1 بشكل افضل، لكن هل كانت المشكله في المباراه واحنا شايفينها ان قفشه اللي بعيد عن مستواه اطلاقا؟ اللعيبه بلا لا في استثنائين فقط لا غير، 9 لاعبين من 11 المتواجدين داخل ارض الملعب ما كانوش في مستواه، وده هياخدنا لفكره ان فعلا وارد جدا يكون في اجهاد بدني واجهاد ذهني وعدم تحضير جيد للمباراه. اجهاد بدني انا عارف ان جماهير النادي الاهلي ما بتحبش تسمع الكلمه دي، وعارف ان الناس بتتكلم فكره انت عندك قوام 30 لاعب وتلعب باي 11 لاعب، لكن ده ما نقدرش نستبعده في السفر المسافات طويله. فكره ان انا نضرب امثال بفكره الفرق الاوروبيه وازاي الكره في اوروبا مختلفه، انت عندك هنا في مصر برغم ان انت سافرت طياره خاصه لكن من 7 لـ9 ساعات ولعب مباراه قويه جدا مع فريق بيراميدز بعد مباراه ما كنتش فيها الافضل مستوى فني على مستوى النادي الاهلي امام المريخ ودخلنا في تعادل ثم رجعنا تاني للمباراه، فاعتقد كانت ظروف مش مهيئه بشكل كبير جدا، وده بيتكرر معانا كتير جدا قبل مواجهه صن داونز دايما. السنه اللي فاتت كان الزمالك، السنه اللي قبلها بتواجه الزمالك والاتحاد اللي هي الخماسيه الشهيره للاسف، لكن خلاص خسرت المباراه، كنت غير موفق، اكيد لازم علامات استفهام عند لعيبه كتير جدا في المباراه دي، ولكن انا هاخد من كلام فارس فكره بيرسي تاو، ما ينفعش يكون عندي محترف قيمته التسويقيه 3.5 مليون اورو وباجي الاقيه فتره طويله جدا وتحديدا من اصابته في مباراه سموحه في كاس الرابطه، انا مش شايف اي مردود فني عالي لبيرسي تاو، ربما فقط لا غير الاسيست اللي عمله محمد شريف في مباراه المريخ، وربما الارقام تخدم بيرسي تاو حتى هذه اللحظه 5 اهداف و5 اسيست، ولكن انا جايب بيرسي تاو عشان يحل لي ازمات كتيره، عشان لما اجي في وقت ما احس ان المباراه صعبه الاقي حل عندي اسمه بيرسي تاو، وده حصل في بدايه انطلاقه بيرسي تاو، لكن من بعد مباراه سموحه تحديدا والاصابه بيرسي تاو محتاج ان بيتسو موسيماني يقعد معاه بشكل او باخر عشان يقدم اضافه تستحق القيمه التسويقيه والسعر اللي اتدفع في بيرسي تاو، لان ده مهم جدا. عندنا لعيبه مجهده، بالتاكيد لعيبه مجهده، ولكن في النهايه عندنا مباراه مهمه جدا مباراه المريخ، لكن ما ينفعش نطلع من المباراه بكلها سلبيات وانا عندي 2 لعيبه كانوا استثناء للقاعده النهارده، مع كامل احترامي للعيبه اللي كانت موجوده في الملعب وحتى التغييرات اللي نزلت، واخص بالذكر تغيير حسام حسن. ويمكن احنا ما كناش متاحين هنا نتكلم عن فكره حسام حسن والتغيير لمده دقيقه، لكن انا عندي قناعات مهمه جدا، لو اللاعب بدا يرمي ودانه خارج الملعب هياثر على مستواه داخل الملعب.
انا مش هنا بحمل حسام حسن الكره اللي ضيعها لانه معرض جدا، نازل اخر ربع ساعه جات له فرصه ضاعت، بتحصل مع احسن لعيب العالم، ولكن دي يعني نبدا من هنا لحسام حسن، ركز في الملعب فقط لا غير. اذا كنت زعلان على انك نزلت دقيقه ودقيقه في مباراتين متتاليتين، انت النهارده نزلت ربع ساعه، الماتش الجاي ممكن تنزل نص ساعه، والجميل من بيتسو موسيماني ان هو دفع بيك مع محمد شريف عشان يكون مش الضغط كله على مهاجم واحد، لا على اثنين، وكان اتجهنا لفكره نلعب عرضيات، يمكن ما كناش موفقين حتى في لعب العرضيات، النهارده لبساط طالعه كويسه من رجل اللعيبه ولا تركيز، وعندنا مشكله كبيره جدا، كان متفوق فريق صن داونز من وجهه نظري في ثلاث حاجات رئيسيه جدا، فكره التركيز واستعداد اللاعب لاستقبال الهجمه، التصرف السليم، التحرك السريع، ده ما حصلش من لعيبه النادي الاهلي، كنا نحس ان في حاله بطء، اللاعب مش مستعد ذهنيا ان هو ياخد الكره، ده مبدئيا. النقطه الثانيه لما بتجيله الكره بيبدا يفكر بعد ما يستلم الكره، مع فريق امتاز بالسرعه والانقضاض والالتحامات القويه كانت القوه او الغلبه لفريق صن داونز، برغم ان هو بعد ما سجل هدف ساب لك استحواذ سلبي ما قدرناش نستفيد، لكن مهم جدا ان حسام حسن يركز داخل الملعب، هتجيله الفرصه ويقدر بعد كده لما تجيله الفرصه يمسك فيها ويستغلها عشان يكون منافس قوي على المركز ده مع محمد شريف وكل اللاعبين يقدموا المردود الايجابي ويرموا ما يرموش ودنهم خالص لاي جماهير، حتى لو الجماهير دي حاولت توصل لك ان انت مضطهد او المدرب بيحبه ويكره، مش هيفيدك في اي شيء، عندنا نماذج حصل معاها الكلام ده وحاليا مش موجوده في النادي الاهلي، فحافظ على فرصتك لانك تستحق ان انت تكون متواجد داخل النادي الاهلي، ولازم ده اللي تثبته على ارض الواقع. فدي كانت نقطه مهمه، انا اسف، نرجع للاستثناء يا فارس، انا بالنسبه لي اتنين لاعبين كانوا النهارده مختلفين تماما عن باقي اللاعبين، سواء اللي كانوا في اساسيين او اللي نزلوا احتياطي، واعتقد ممكن متفقين في القصه دي، ممكن سواء ياسر ابراهيم والشناوي. ياسر ابراهيم الفتره الاخيره بيقدم مستوى من وجهه نظري يضعه ضمن الافضل في خط الظهر في مصر، سواء بدايه من كاس العالم الفتره الاخيره دي، لان خلينا نكون محدد، بدايه من مشاركته في كاس العالم وعمل الثنائيه مع رامي ربيعه امام مونتريه وكمل لكاس العالم وتسجيله هدفين في مباراه الهلال السعودي، ومستوى ياسر ابراهيم ما شاء الله ثابت بشكل كبير ومهم جدا، ويستحق بالفعل الانضمام لمنتخب مصر، وبيعكس جانب اخر من وجهه نظري في محمد عبد المنعم اللي لعب فتره في الجهه اليسرى وقال عدلته على الجهه اليمنى، لعب في الجهه اليمنى في بعض المباريات بيكون دون المستوى ومحتاج يركز مع نفسه، ومحتاج ايضا بيتسو موسيماني يحاول ان هو يعمل روتيشن في المكان ده كتير، لان احنا هنا اشدنا بمحمد عبد المنعم، وبالتاكيد محمد عبد المنعم لاعب كبير، ولكن مهم جدا محمد عبد المنعم يبقى عارف ان تواجده داخل التشكيل الاساسي للنادي الاهلي مش بالسهوله، ان هو جاي من المطار على الامارات يلعب اساسي حتى هذه اللحظه، محتاج شويه ان يحس ان في تنافس قوي جدا، وانا عارف ان في بعض اللاعبين بيكون عندهم بعض التحصينات من النقد، لكن النقد البناء ده في صالح اللاعب بالتاكيد. لكن نروح لياسر ابراهيم ونقدر نستعرض ارقام ياسر ابراهيم اللي يستحق عليها الانضمام للمنتخب، مع اني مش مقتنع بفكره ان يقيم ياسر ابراهيم النهارده ارقام، العين المجرده قادره على تقييم ياسر ابراهيم، تركيز، تواجد بشكل مهم جدا، التحامات، بيفوز بالالتحامات، دي ارقام ياسر ابراهيم النهارده، طبعا لعب المباراه بالكامل بالوقت الضايع، تمريرات صحيحه، لعب 87 تمريره، تمريرات صحيحه في ظل ان افضل ممررين في الفريق كانت تمريراتهم في حالات مش في حالتهم وكانت تمريراتهم خاطئه، ياسر ابراهيم بيمرر 84 تمريره بشكل صحيح بنسبه 97%، رغم ان بعض الناس بتقول ان دي نقطه يعني فيها بعض السلبيات عند ياسر، لكن النهارده ياسر 97% دقه التمريرات، استخلاص الكره 7 مرات وده الاكثر استخلاصا للكرات ضمن ال 11 لاعب اللي كانوا موجودين في ارض الملعب من النادي الاهلي، عمل تاكلنج 3 مرات، الثلاثه كانوا بشكل صحيح، اجمالي الالتحامات عمل 10 التحامات، قدر ينجح في الفوز ب7 التحامات، فبالتالي ياسر ابراهيم من وجهه نظري هو احد اهم نجوم المباراه اللي فيها سلبيات كتير، واحد اهم الاستثناءات اللي باقي طبعا من وجهه نظري، واعتقد فارس اتفق معايا، الاستثناء الثاني لمباراه اليوم. الاستثناء الثاني وهو في رايي افضل لاعب في المباراه وهو محمد الشناوي من جانب الاهلي. ليه؟ قبل ما نروح رقميا نتكلم كمان نفسيا. اكتر لحظه ممكن تبان فيها كتير من نقاط ضعفك هي اللحظه اللي حواليك بيساهم في ده، مش حواليك خط الدفاع، لا حاله الفريق كلها هي اللي تبدا تنعكس عليك بالتبعيه، فالفريق كله
خارج فورمته فتبدأ تتشد لتحت. ياسر إبراهيم ممكن مختلف شوية، لأن كان في الفترات اللي فاتت مباراة الهلال السعودي وأيضا مباراة الهلال السوداني كان عنده نقاط مضيئة. محمد الشناوي كان في كثير من الهمهمات، ونسميها همهمات، حواليه وحوالين تركيزه وحوالين مستواه، ويمكن الشخصية القوية لمحمد الشناوي هي اللي ردت النهاردة. وأنا بحب اللاعب ده، لاعب التحديات اللي في كل مرة انت تيجي تحط ضغوط وتقول محمد الشناوي ممكن يبعد، تلاقيه بيقرب وبيقرب أكتر من أي وقت قبل كده. وده العظيم لمحمد الشناوي اللي النهاردة في رأيي هو السبب الرئيسي في أن النتيجة لا تخرج بأكثر من 1-0. لعب المباراة كاملة، حصل عليه 6 تصويبات اون تارجت، تصدى لخمسة منهم. التصديات الفائقة أو التصديات اللي كان احتمالية دخولها للمرمى كبيرة كانت 2. كمان عندنا تمريراته، وده متعلق بالبيلد اب بتاع الهجمة، دقتها 83%. ويمكن عرضية محمد الشناوي خرج عليها خروج ناجح، وغير كده أغلب الأكشنز بتاعته داخل المباراة وأغلب القرارات والتصرفات كانت صحيحة وسليمة بشكل كبير جدا. ده محمد الشناوي اللي كان نقطة مهمة جدا النهاردة، وكان نقطة مهمة كمان انه بيرجع نفسه وبيفوق نفسه في وقت زي ده. وزي ما بقول بيرجع نفسه ليه؟ لان مش حالة الفريق الكبيرة في مباراة كبيرة هي اللي شدته ان هو يبقى كويس، لا، ده حالة محمد الشناوي في مباراة الفريق كله فيها خارج فورمته هي اللي خلته يبقى كويس، وده شيء مهم جدا. عشان كده تمام، لا قول في حتة الشناوي عشان كنت هروح لحاجة تانية. طب لا، قبل ما تروح لحاجة تانية، الشناوي مهم جدا. احنا ليه بيكون الشناوي مميز؟ لان الشناوي بيتصدى للكرات اللي لو دخلت مرمى اي حارس محدش يقدر يلوم حارس المرمى عليها. صحيح. فبالتالي انا معتاد ان الشناوي في اوقات صعبة، والتاريخ الشناوي منذ لعب اساسي للنادي الاهلي وهو بيجي في اللقطات الصعبه بلاقيه موجود يحافظ لي على اما نظافه الشباك وانا متعادل فتقدر تتقدم، او انه زي ما حصل في مباراه بيراميدز والانفراد اللي شاله من مهاجم بيراميدز واضح جدا وصريح والنتيجه 1-0، فحافظ لك على فرصه افضليتك ب 1-0 فجبت 2 و3. فهو ده اللي بيفرق مع محمد الشناوي. البعض حاول ياخد محمد الشناوي لسكه حراس مرمى اخرين، حراس مرمى اخرين كان التألق عندهم مجرد استثناء ربما في بطوله مجمعه، ولكن ان انا احط محمد الشناوي واساوي بين اخطاء محمد الشناوي واخطاء واضحه لحراس اخرين، انا كنت من وجهه نظري ده بياخد من محمد الشناوي. محمد الشناوي الاسبوع ده او الاسبوع الماضي مباراه بيراميدز تحديدا، مباراه سان داونز، بيوصل رساله ان انا ممكن اكون مش في حالتي فعلا، بس حتى وانا مش في حالتي انا اعلى من اقرب بديل ليا متواجد في مركز حراسه المرمى، مع كامل الاحترام لكل حراس مرمى مصر بالتاكيد. ولكن النهارده الشناوي اكد على ده. مباراه فاركو كان شايل واحده صعبه جدا، واكيد حضراتكم تتذكروها، اللي نزل لها على الارض بنفس الطول ومسافه قريبه وتصويبه متقنه شالها. مباراه بيراميدز حافظ لك والنتيجه 1-0، الانفراد لو كان دخل الغلطه اللي غلطها علي معلول ولعبها مهاجم بيراميدز وشالها في انفراد واضح لو كانت دخلت ما كانش حد هيقدر يلومه طبعا لقاي. النهارده نفس القصه في كورتين كانوا ممكن يصعبوا الامور على النادي الاهلي والنتيجه تصبح 2-3 في كورتين منهم انفراد واضح، والكره الاولى اللي شالها ايضا وان كان فيها تسلل 100% وان كان حامل رايه ما منحش التسلل. فهي دي قيمه الشناوي واستعاده الشناوي لقيمته اللي هي مختلفه عن اي حارس مرمى. اللي احنا دايما بننتظره من الشناوي ان ما ينفعش الكور الصعبه تدخل في الشناوي، لان منتظرين ان الشناوي حتى الصعب يكون ليه دور فيه، والنهارده كان دوره مهم جدا في الحفاظ على النتيجه بالشكل ده في ظل حاله من وجهه نظري هي الأسوأ للاعبي النادي الاهلي خلال الموسم بالكامل. هي ببساطه الشناوي بينقذ اللي انت لا تنتظر من حارس اخر ان هو ينقذه. بالظبط. وده عشمنا في الشناوي، يعني يمكن حتى ناس كتير جدا عارفه رحلتنا مع الشناوي، ويمكن من وقت ظهور الشناوي في النادي الاهلي وانتدابه للنادي الاهلي انا كنت عندي ثقه تامه فيه، وجزء مهم جدا كان في الفتره الاخيره لا انا كنت شايف ان الشناوي لازم يقرص على نفسه شويه، فكان الكلام اول مره نشوفك انت شايف الشناوي عنده شيء سلبي، لان هو ده، هي دي الفكره، ان لان الشناوي هو بيعمل طول الوقت الاستثنائي، فلو بطل يعمل الاستثنائي لا لازم تنتظر منه انه يرجع ليه، وده اللي عمله الشناوي. ولكن في النهايه حابب برضو اقول حاجه، في يا جماعه لاعبين هم طول الفترات اللي فاتت احنا شايفين مردودهم. بدا كلام كتير جدا على علي معلول،
علي معلول في الفترة الأخيرة نسبة الأكشنز بتاعته اللي أو التصرفات داخل الملعب اللي فيها أخطاء زادت. السولية النهاردة ده حصل معاه. السولية دقة التمرير بتصل لحوالي 76%، يمكن حتى أنا بفضل الناس تقول لك لا ما هو لو عايز يزود كان طبيعي يسحب ديانج لأنه رقم 6 ويسيب السولية اللي هو رقم 8 في خلق الفرص. لا، القصة أحيانا ما بتتحسبش كده خالص، لأن داخل الملعب كان ديانج حتى في فكرة التشانس كرييشن أو خلق الفرص كان كمان جيد أكتر من السولية. السولية بقى ليه كده وعلي معلول ليه كده؟ لأن اللعيبة دي حرفيا اتضربت في الخلاط. اللعيبة دي مجهدة، راحت كاس العرب، كاس الأمم، كاس عالم للأندية، لعبوا دقايق أكتر من زمايلهم وأكتر من كتير جدا في الفريق. السولية وعلي معلول ده الوقت اللي انت لو اللاعب مستواه فيه متراجع شوية أكيد بتطلب من المدير الفني يتعامل مع ده، بس لازم تعرف ان ده لاعب كبير وصنع الفارق معاك في أوقات كتير جدا، فتشله ده وتبقى متفهم ده. وهو معلول اللي كنا من فترة قليلة جدا بنتغنى بيه، وهو السولية اللي طول الوقت احنا بنشيد بيه، وهي حتى معانا الصورة للاعبين فعلا طول الوقت احنا عارفين قدرهم. ده مهم جدا، لان انا بحس احيانا بالتبعية فكرة النغمة. نبدأ علي معلول، انا مقر معاك، بس وانت ده بلاش تاخد الموضوع لحتة اصل علي معلول كبر في السن. طب ما هو علي معلول اللي من عدد قليل جدا من المباراة انت كنت شايف ان هو اللي شايل الفريق، واحنا قلنا في كاس العالم للاندية اهم لاعب نتمنى يكون موجود هو علي معلول، كمان من الناس اللي كانت هترجع. فما نجيش في لحظة نبدأ نقول حاجات ونرددها وتتحول بالتبعية في عقلنا الباطن كلنا. يعني انا بحيي مخرجنا على لقطات للسولية او لعلي معلول، ما نبدأش يا جماعة نردد حاجات هي تضرنا احنا بعد كده. متفق معاكم ان في بعض المباريات اللعيبة دي بتدفع ثمن كتير جدا من الاجهاد ليها، ولكن تبقى قيمتهم الفنية افضل لاعب رقم 8 داخل القارة وافضل ظهير ايسر داخل القارة. بالتأكيد يا فارس، في نقطة كمان يمكن اتبعها بيتسو موسيماني مع عمرو السولية الفترة الأخيرة، وهي محاولة إراحة عمرو السولية ولو شوط للمباراة. أنا أتمنى إن لازم علي معلول يتم إراحته في مباريات، ولازم يتم التفكير لو محمود وحيد ممكن يكون مش قادر على إنه ياخد قناعات بيتسو موسيماني بشكل او باخر. عندي ايمن اشرف بيقدر يلعب الدور ده بشكل كبير جدا، وايمن اشرف كمان كان يقدر يلعب المباريات اللي هي خارج الملعب اللي انت مش محتاج فيها تحولات كتير، وده حصل قبل كده في مباريات كتير، اهمها كانت مباراه الهلال في ام درمان الموسم قبل الماضي في البطوله الافريقيه. فاتمنى فكره اراحه علي معلول والدفع بايمن اشرف خاصه، وانا عندي رامي ربيعه دلوقتي بيقدم مستويات مميزه مع محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم، اقدر ان انا اعمل روتيشن في المكان ده واريح علي معلول، لان علي معلول بيشكل رقميا 40% من قوه الاهلي الهجوميه، من تسجيل اهداف وصناعه اهداف وخلق فرص. علي معلول حل لا يمكن ان انا اتنازل عنه او ان انا افقده في مباراه مهمه، ولكن عشان يتواجد علي معلول بقيمته في الحلول في الجانب الهجومي لازم علي معلول ياخد قسط من الراحة عن طريق لازم روتيشن مع علي معلول في المباريات المقبلة. عندنا داخلين على مواجهة المريخ، ثم هيروح علي معلول يلعب مباريات بالتأكيد مع منتخب تونس، وهنرجع نلعب مباراة الهلال، فالموضوع صعب جدا. أنا بخشى دايما من فكرة إن أنا آجي في مباراة النوك أوت ملاقيش علي معلول في الملعب. أتمنى الحفاظ على علي معلول، واتمنى يتم اراحه علي معلول، وهتشوفوا مستوى علي معلول وقت ما تحتاجه علي معلول، لان علي معلول لاعب المباريات الكبيره، وعمرو السوليه لاعب المباريات الكبيره، وعمرو السوليه برغم ان هو خد قسط بسيط من الراحه ولكن محتاج ان هو يحصل روتيشن بشكل او باخر مع حمدي فتحي واليو ديانج، وعشان نشوف عمرو السوليه ايضا في المباراه الكبيره، وان كان عمرو السوليه يعني حتى له بصمه مهمه جدا في مباراه بيراميدز المباراه الاخيره، وله بصمات دايما في المباريات الكبيره، الا اذا اعتبرته هذه المباريات بقى اصبحت مباراه صغيره او مش كبيره بالنسبه لعمرو السوليه. اكيد ان شاء الله اللعيبه دي بقيمتهم الفنيه نرجع نشوفها في افضل احوالها في الملعب. زي ما قلنا ننتقد، وزي ما شفتوا اتكلمنا في كل حاجه سلبيه وايضا ايجابيه، ولكن وقفنا عند الموضوعية في التناول. وبمناسبة الموضوعية في التناول، وقبل ما نطلع فاصل، أتمنى أن الموضوعية في التناول والهدوء الإعلامي كده يصاحب كل الفرق المصرية. شفنا نادي الزمالك غادر بطولة أفريقيا وأصبح حتميا مش هيحقق اللقب،
للسنة العشرين على التوالي أو للنسخة العشرين داخل البطولة. اللي أنا بكلمكم فيه إيه يخص الأهلي؟ إن شفت الإعلام امبارح بيتعامل باتزان كبير جدا، شفت الإعلام بيتعامل بهدوء وبيدي أعذار وبيتكلم في أمور جيدة وبيقول لا نقدر نبني والقرارات دي قرارات سليمة ويلا نزق القدام. حلو جدا، نتمنى لما نشوف الأهلي لا قدر الله في أي إخفاق استثنائي إن شاء الله أو مباراة بنشوف فيها فارق 20 نقطة في الدوري زي ما شفنا مع ريني فايلر في دوري محسوم ليك وبتحصل مباراة ملهاش أي قيمة، فيطلع البعض يقول لإدارة النادي الأهلي النجاح في الملعب بيجي من المكتب. شوفوا فرق الصورتين وانتوا تعرفوا ان دورنا هنا رصد ده. أسامة انا عايز اقول لك حاجه، ان النهارده وانا جاي في الطريق كان في مباراه الاسماعيلي وبتروجيت بيلعبوا في كاس مصر، وكان الدكتور رامي بهجت هو معلق المباراه، وكان الكابتن محمد في عمر الإزاعة في الاذاعه كان هو الحاضر معاه، واحنا يعني بنحترم كل الاشخاص، وطبعا الدكتور رامي بهجت له اسلوب مميز في التعليق، والكابتن محمد عمر يعني محبوب من جماهير النادي الاهلي بشكل او باخر، ولكن بداوا يتناولوا مباراه كانت بتقام في نفس الوقت بين بيترو اتلتيكو وسجرادا، واتكلم دكتور رامي بهجت بوضوح ان المباراه يعني ما فيش فريقين من دوله واحده هيسمحوا ان هم يعرقلوا بعض. الكلام ده انا اسف مش حقيقي، هو استند على مباريات السنه اللي فاتت، كان سجرادا فيها فريق قوي فقدر يفوز على بيترو اتلتيكو 3 مباريات من اصل 4، لكن السنه دي الوضع مختلف تماما، وسجرادا بالفعل فريق بيعاني بشكل او باخر. ويمكن رد الكابتن محمد عمر قال ان الزمالك هو اللي وضع نفسه في الامور دي، وعايز بس اقول ان احنا هنا في مجموعه النادي الاهلي فريق الهلال وفريق المريخ ما سمحوش لبعض ان فريق يعني يعدي فريق في المنافسه دي، فريق فاز والاخر كان بيقاتل علشان الفوز وهو فريق الهلال. وعندنا في مصر النموذج يعني الاهلي والزمالك في 2012 كان واضح جدا، كان النادي الاهلي بيلاعب الزمالك في اخر جوله الجوله السادسه، وعندنا على المقابل فريق مازيمبي وفريق الزمالك متقدم 1-0، وكان لازم ان انت تحقق التعادل عشان تفرق بنقطه. نادي الزمالك كان بيلعب بمنتهى القوه برغم ان نادي الزمالك حقق في البطوله دي او في المجموعه دي تقريبا نقطتين فقط لا غير منهم النقطه دي يا فارس، فاعتقد يعني خان التوفيق دكتور رامي بهجت في فكره ان انديه داخل دوله واحده يعني بطريقتنا كده تفوت المباراه. حلو جدا ان احنا بنقول لكم يعني بنبقى راصدين اللي بيحصل سواء في الاعلام الاذاعه، ده عهدنا دايما بيكم. ويمكن بمناسبه النديه الناس واحنا شغالين عماله تبعت لي صوره ممكن ما شفناهاش قبل الحلقه لمشجع من نادي الزمالك كان موجود في مدرجات سان داونز. عايز اقول لكم يا جماعه الامور بسيطه جدا، اصعب شيء في الدنيا ان انت تحاول ان تحقق باقدام الاخرين ما لا تستطيع تحقيقه باقدامك، ده شيء مؤلم جدا. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر. اتكلمنا قبل الفاصل عن مباراه سان داونز، ان شاء الله تبقى الحظوظ دائما في اقدام لاعبي النادي الاهلي امام المريخ وامام الهلال السوداني، ونقدر نحقق الفوز ونصعد الى النقطه العاشرة، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث، وان شاء الله نقدر نعبر ونحقق البطوله رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي والثالثه على التوالي كانجاز غير مسبوق لقاره افريقيا، وان شاء الله قادرين على ده. ولكن واحنا في طريقنا، والمميز المرة دي عن البطولة اللي فاتت برغم ان السيناريو يعني ان كان قريب في دوري ابطال افريقيا من سيناريو العام الماضي لما تعادلنا مع فيتا كلاب 2-2 واتغلبنا من سامبا، يمكن النقطة الوحيدة اللي فارقة في الحالة دي، لكن قادرين نعوض ان شاء الله. كان في سيناريو مختلف في بطولة الدوري، ويمكن كنت لسه بتكلم مع فارس وانا راجع وسامع ايضا الكابتن محمد عمر فارس بيتكلموا عن فكره كاس مصر وتاجيل كاس مصر الماضي وبداوا كاس مصر جديد، فالكابتن محمد عمر خانوا التوفيق في حاجه، قال ان ده راجع للفرق اللي بتلعب في افريقيا واللي بتطلب التاجيل قبل المباريات المهمه، والمفترض في سكواد فيه 30 لاعب، فالمفترض ان يكون عندك اللعيبه دي جاهزه. انا بس عايز اقول للدكتور كابتن محمد عمر يعني ان النادي الاهلي لعب 4 مباريات تقريبا بدون 6 لاعبين كانوا بيشاركوا في اولمبياد طوكيو مع منتخب مصر الاولمبي، فالنادي الاهلي كان ابعد ما يكون عن فكره محاوله تاجيل مباريات بدون سبب. المباريات اللي تم تاجيلها للنادي الاهلي كانت بتتعارض مع مواعيد مباريات النادي الاهلي، ففكره سوء التنظيم من بعض في اللجنه السابقه او اللجنه اللي كانت يعني مؤقته بشكل او باخر ما نقدرش نلقيها على الانديه اللي شاركت في افريقيا، خاصه والنادي الاهلي يا فارس هو اللي كمل، يعني ما فيش انديه كملت يعني في بطوله افريقيا العام الماضي غير الاهلي. هو بعيدا عن ده وده كلام واضح،
انما بصراحه القصه بتاعه الكاس القديم والكاس الجديد ومسابقه لم يعلن انتهائها موضوع صعب وبدات مش صعب بشكل وحش يعني انا بحاول انتقي كده الفكره اللي احنا نقولها بس لا شكل وحش ومش مفهوم ومسابقه الكره المصريه والدوري المصري وكاس مصر مسابقه عريقه ولها تاريخ لا يليق ابدا ان يبقى حصل المشهد ده في سنه من السنوات تقريبا 2010 اتلعب كاس مصر مرتين في موسم واحد وكان انتهى في شهر 2 تقريبا وبدانا في الموسم الجديد وتحديدا من حق الانديه اللي موجوده ولها حظوظ في كاس مصر الماضي انها تكون معترضه على الشكل الجديد وبدء مسابقه جديده لان انا كنادي اهلي انا احد المتضررين على عكس ما يتم اشاعته من اعلام منافس لا انا النادي الاهلي واصل لمرحله ان هو عنده 3 مباريات يلعبهم يقدر يحقق بطوله هيواجه بيراميدز وعادي جدا لسه يعني بنلاعب بيراميدز في الدوري فايزين عليه ب3 اهداف فولكن بعيدا عن فكره كاس مصر واللبس اللي حاصل بين بطوله قديمه وبطوله جديده اعتقد فكره تاجيل مباريات للنادي الاهلي لم تحدث بالعكس الاهلي دفع ضريبة ده السنة اللي فاتت في الدوري انه لعب مباريات مضغوطة بشكل كبير جدا وان حتى الرمق الاخير ال7 مباريات اللي حسموا الدوري بنسبة كبيرة او اللي كان مش عايزين نتكلم في التحكيم والاخطاء دلوقتي لكن خلينا نتكلم في 7 مباريات الاخيرة كان تقريبا فريق الزمالك اللي هو المنافس وبطل الدوري السنة اللي فاتت كان واخد حوالي 40 يوم معسكر تقريبا بدأ موسم جديد والنادي الاهلي كان لعبته ما بين اندية بطولات افريقيا ما بين اولمبياد كاس العالم اولمبياد طوكيو ما بين المباريات المؤجله فاعتقد موضوع يعني خان التوفيق فيه الكابتن محمد عمر اتفضل مباراه الاسماعيلي وبتروجيت انتهت بفوز الاسماعيلي طب ده في الكاس ده بس بتروجيت في الكاس وصل للدور قبل النهائي ده بقى اللي انت كنت بتتكلم فيه دلوقتي ان في فرق يعني انت عندك بتروجيت في الكاس الاخر مشيت ظروفه ان هو قرب من مستوى صعب جدا يوصل له في كاس مصر على الجانب الاخر الاسماعيلي في ظل معاناته دي اقصاه من 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 الكاس الحالي فكل ده عكس اي حاجه لها علاقه بالفرق بالتاكيد ولكن هي ربما تكون فرصه لفريق الاسماعيلي محاوله الهروب من تزايل جدول الدوري مباراه صعبه جدا الاسماعيلي فريق كبير فريق جماهيري ولكن يعني وضعه في جدول الدوري برغم لعبه مبارياته على اسماعيليه اكثر مباراه ما سجلش ولا هدف في 5 مباريات ولكن ممكن ربما الفوز على فريق في القسم الثاني فريق بتروجيت يمنحه دفعه ان هو يحسن نتائجه في مسابقه الدوري وطبعا كل التقدير والتحيه لكابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجيت نتمنى له التوفيق في الصعود ان شاء الله لمسابقه الدوري ولكن كان عندنا مباراه بيراميدز ودايما كده عندنا حاجه اسمها مغالطه رجل القش ايه يا رجل القش انا هجيب حاجه كده انسجها بايدي انا وهي مش موجوده في الواقع وابدا احطها قدامي وابدا ارد عليها واعمل حوارات عليها دي بتحصل دايما مع النادي الاهلي انا ما عنديش مشكله من اعلام منافس يبدا يحط ضغوط وعراقيل في سكه النادي الاهلي لكن الحمد لله النادي الاهلي في السيناريو الدوري المحلي مختلف تماما عن سيناريو العام الماضي ومركز في الدوري مع افريقيا يمكن افريقيا تركيز اقل بسبب النتائج وصلنا ل4 نقاط من 4 مباريات ولكن انت متصدر جدول الدوري انت محقق 30 هدف في 10 مباريات بمعدل 3 اهداف في المباراه انت فقدت نقطتين فقط لغير امام فيوتشر انت بتفوز على المربع الذهبي بالكامل بنتائج ثقيله الزمالك بتفوز عليه ب5 سموحه بتفوز عليه ب4 فاركو ايضا بتفوز عليه ب4 وبتفوز على المقصه ب4 انت فزت على نتائج كبيره وبيراميدز اخيرا ب3 اهداف للا شيء ولكن البعض كان قبل مباراه بيراميدز بيفكرني بالبعض قبل مباراه الهلال السعودي اللي فضلنا 2 سنين تقريبا بنتكلم اصل الاهلي خايف يلاعب الهلال اصل الاهلي خايف يلاعب الهلال اتنقلت محليا اصل الاهلي مش عاوز يلاعب بيراميدز اصل الكاس بيتاجل عشان الاهلي وبيراميدز وموضوع كبير جدا تعالوا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا بعد الفيديو عشان عاوزين ندمر بقى يعني مغالطه رجل القش دي في ذاك الوقت الدوله قالت ان الدوري هيرجع القديم مش الجديد القديم فاكر دلوقتي الكاس ولا حد بيتكلم انه يتلغي ولا فرقه خالص يعني مفيش مشكله عشان عارف ليه عشان الزمالك هيلعب مع اسوان في الدور قبل النهائي والاهلي هيلعب مع بيراميدز في دور الثمانية احنا كنا عايزين ماتش الدوري يتلعب مش ماتش الكاس لا ما انت بتهزر ولا ايه احنا عندنا دلوقتي طب هقول لك حاجه من ساعه ما بيراميدز لعب مع الاهلي وكسب الاهلي تمام في ماتش ما تاجلش لبيراميدز والاهلي لا في الغالب كله اتاجل يعني كله اتاجل ده ما اول ماتش في الكاس الاولاني خالص اللي بيراميدز اتاجل انتقالات صيفيه وشتويه او شتويه وصيفيه حاجه كده يعني
صيفيه شتويه وبعد كده اتلعب بعد التقرات الصيفيه. فاكر في بدايه السيزون الجديد اللي الزمالك كسب بيراميدز في بدايه السيزون الجديد، والماتش ده كان اللي اتاجل الحقيقي اللي اتاجل هو ماتش فيوتشر. راح جه يوم 26 خلاها فيوتشر واتاجل ماتش بيراميدز، واجل ماتشات من الجوله اللي بعديها للاهلي ولفيوتشر كمان. والفرقه اللي هي كانت بتلعب فيوتشر قبليها بالظبط. ماشي مش هنتكلم كتير. كميه مغالطات اتقالت في الفيديو ده ما بين قديم وجديد وحديث، الدوري ده والدوري اللي فات والدوريات اللي قبلها وفكره تاجيل المباريات. خليني اوضح نقطه مهمه جدا، من اول ما نادي الاسيوطي اصبح اسمه نادي بيراميدز، اول مباراه مؤجله باتفاق الفريقين ما كانتش فيها الاهلي خالص، بالعكس الاهلي كان عنده مباراه بيراميدز في دوري موسم 2018 2019 يوم 21 او 22 سبتمبر 2018، في التوقيت ده النادي الاهلي كان عنده مباراه الاهلي وحوريه كوناكري. الاسبوع اللي بعده او بعد 10 ايام بالظبط كان في مباراه يوم 2 اكتوبر بين الزمالك وبيراميدز، والاهلي كان عنده مباراه هو وفاق سطيف في نصف نهائي افريقيا. اتقال من رئيس نادي الزمالك وقتها انا مش هلاعب بيراميدز قبل ما الاهلي يلاعب بيراميدز، وافق فريق بيراميدز، اتاجلت المباراه بدون اي سبب، وان كان تم وضع السبب اصل الاهلي بيلعب يوم 2، ومع ذلك فريق بيراميدز لعب مباراه اخرى مع منافس اخر غير الزمالك يوم 3 اكتوبر. وهنا دي مغالطه رجل القش، لو في مباريات بتؤجل لاسباب تخص الفريقين فبالتاكيد الاهلي مش طرف في الموضوع ده، ولما اتاجلت مباراه النادي الاهلي كان لتعارض مواعيدها مع مباراه حوريه كوناكري في 21 سبتمبر 2018 بالتاريخ وبالهدوء ومن اول ما بدا نادي الاسيوطي يتحول لنادي بيراميدز. نقطه ثانيه مهمه جدا وانا حابب اركز عليها، انا بشكر الكابتن محمود البنا لانه الحكم الاكثر عداله، مش بتكلم عن عداله كامله ولكن على الاقل هو افضل حكم في تاريخ مواجهات الاهلي وبيراميدز، وبما ان في جزء من العداله اتحقق في مباريات الاهلي وبيراميدز قدر يفوز النادي الاهلي 3-0. في مباريات اللي تعرض فيها الاهلي للهزيمه امام بيراميدز تاكد بخبراء التحكيم بالكامل ما كانش في اي عداله تحكيميه موجوده في المباريات دي، والتاريخ موجود ولا داعي لذكر هذه الامثله حاليا ولكن اتكلمنا فيها كتير. فلما تواجد جزء من العداله ان الاهلي فاز بثلاثه، فبالتالي مفيش اي داعي للخوف. النقطه الثانيه، الاهلي لما خسر في كاس مصر اتقال ان المباراه اتاجلت، لعبنا مباراتين في الدوري، مباراه فاز بيها رينيه فايلر بنذكركم 2-1 بعد ما كان بيراميدز متقدم في الدقيقه 55 بهدف لعلي جبر، قدر النادي الاهلي يعود مره ثانيه، ومباراه الدور الثاني اعتقد كان اكثر السعداء يا فارس بالتعادل بيراميدز موسمين، هو نادي الزمالك لان كان بينافس وقتها على المركز الثاني وقدرت تخليه يلعب افريقيا صح، ومع ذلك كمان انت فنيا في المباراه دي كنت اعلى بكتير جدا وطرد منك لاعب من عمرو السولية بالظبط، فبالتالي فين التاجيل اللي اتقال. نيجي بقى لمباراه الموسم ده قبل ما تبقى رجل قش جديد مع بيراميدز، مباراه الاهلي وبيراميدز كانت في الاسبوع الثامن، لجنه المسابقات قالت هنلعب الترتيب بتاع المباريات في مواعيدها، فالترتيب في الاسبوع السابع مباراه الاهلي وفيوتشر يوم 22 ديسمبر، ويوم 26 ديسمبر الاهلي وبيراميدز. جه النادي الاهلي اتحدد من الكاف مباراه السوبر الافريقي مع الرجاء يوم 22 ديسمبر. اللي حصل كالاتي، وممكن نعرض الصوره من الحاج عامر حسين، قال مباراه فيوتشر هتبقى يوم 26 ومباراه بيراميدز هتبقى يوم 30 ديسمبر، وده اللي حصل وكان مكتوب بوضوح في حاله تاجيل افريقيا، وانتم عارفين قد ايه اتكلمنا في موضوع افريقيا وليس كل ما يعرف يقال من المهندس احمد مجاهد، واعتقد واضحه فارس. وتقام هذه المباراه في حاله تاجيل بطوله الامم الافريقيه وده اللي ما حصل، قامت افريقيا وجاء اتلعبت افريقيا، فبالتالي كان تاريخها 9 يناير قبل 14 يوم كان لازم فيه معسكر. شفنا بعد كده ان كروش قال محدش قال لي او محدش كلمني، طلع الحاج عامر حسين قال اول مره مدير فني يعني يعترض على ان هو راحت فرقته. لكن الجهه المقابله بقى، ما هو انا هعمل لك ايه؟ بص العصفوره اللي هو ايه؟ بص على الاهلي وبيراميدز، طب ما تيجي نبص على الزمالك وبيراميدز. بوضوح شديد جدا نفس الترتيب، الزمالك كان المفترض يلاعب فيوتشر في الاسبوع العاشر ثم يلاعب بيراميدز في الاسبوع ال11. الزمالك فعلا لعب فيوتشر وخلصت المباراه 3-2. المفترض المباراه اللي بعدها يا حلوين تبقى مباراه مين؟
بيراميدز سهله جدا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المباراه اللي بعدها جت مباراه الجونه. طب ليه ما لعبتش مباراه بيراميدز؟ لا، ما انا ما ينفعش في قواعدي العب مباراه الزمالك وبيراميدز قبل ما العب الاهلي وبيراميدز. صحيح، ادي يا فارس الجدول. الزمالك وفيوتشر ده كان الاسبوع العاشر، والاسبوع ال11 البيراميدز اف سي والزمالك باستاد الدفاع الجوي، وطبعا ده اللي ما حصلش. اللي حصل ان فيوتشر اتلعب المباراه في، لا الاهم بقى يا فارس ان بيراميدز جاله ايه؟ جاله منافس اخر يلعبه، ما تلعبش الزمالك على مثلا. ممكن نقول كان بيراميدز مشغول، لا احنا هنا مش ما تلعبش الزمالك، فهنجيب لك منافس اخر تلعبه بعدها بيوم وهو المقاولين العرب. فبيراميدز بدل الزمالك بالمقاولين العرب. انا عايز افهم هنا التغيير ده كان بداعي ايه؟ الزمالك لاعب فيوتشر وبيراميدز لاعب المقاولين العرب، قال لك بداية ترتيب تمام. اللي بعده بقى هو اللي مش مفهوم، طب انت جبت الجونه ليه يلعب مع الزمالك وما جبتش بيراميدز؟ اصل انا حطيت بالظبط، اصل انا حطيت مباراه الاهلي وبيراميدز المؤجله من الاسبوع الثامن. اذا الحاج عامر حسين كان حريص كل الحرص ان مباراه الاهلي وبيراميدز اللي في الاسبوع الثامن تلعب قبل مباراه الزمالك وبيراميدز في الاسبوع ال 12. انا ما عنديش مشكله ان يكون ده من نوع من انواع تكافؤ الفرص، وانا هتفق كمان معاه، لكن انا عندي مشكله انك تسوق للمتلقي ان النادي الاهلي بيتخوف من لعب مباراه بيراميدز، والتاجيل بيتم لمباراه الاهلي وبيراميدز، وده على ارض الواقع مش موجود. على ارض الواقع مش موجود، ولكن اللي موجود ايه؟ فكره دايما محاوله خلق ان النادي الاهلي عنده حاجه بيحاول يتجنبها. النادي الاهلي بيحاول يتجنب اللعب في الاسماعيليه، كلام شفتوه كتير جدا، وهي دي نفس الفكره. اصل يا جماعه ده مش حدث استثنائي ولا حاجه بتتردد طول الوقت، لازم النادي الاهلي عنده مشكله ان هو يلعب في الاسماعيليه، مع ان احنا قلنا ان النادي الاهلي وعلى لسان الحاج عامر حسين قبل كده انه طواعيه عنده القدره انه يقدر يجيب موافقه امن القاهره على مباراه الاسماعيلي وانك تلعبها هنا، وانا طبيعي اقول لك ان انا لا ماليش علاقه خالص بفكره الاسماعيليه بيتوافق ولا لا، لان دي امور تخصك زي ما يخصك انك بتلعب انت والمصري في استاد برج العرب. لا، لقينا وقتها نفس الفكره بتترصد ونفس الفكره بتتحط ونفس المغالطه بتتبني، مع ان النادي الاهلي حفاظا على مبدا تكافؤ الفرص اللي هو مش مفترض ان هو يقبل بيه، وافق ان هو يلعب المباراتين في برج العرب او ايا كان يعني اسم الملعب المحايد. دي فكره. بيراميدز هو الفكره الجديده. تعالى بقى ليه فكره جديده؟ ما اتبنتش لاي اسس منطقيه، اتبنت لمجرد ان انا بستغل الظرف. نتائج بيراميدز مع النادي الاهلي بعد ما بقى اسمه بيراميدز، وانا من الناس اللي مقتنعه بكده، يعني في ناس تقول لك ما غير، انا عارف فكره تغيير الاسم، وفي النهايه انت بتاخد النادي المختلط هو الزمالك هو ايا كان اسمه، ولكن انا لا، انا راجل موضوعي جدا بقول لك بعد ما بقى عنده اداره جديده وبعد ما بقى في قوه جديده مختلفه تماما تنافسيا. جاب ايه؟ بص النتيجة واخلق منها كذبة، بص للنتيجة ان في تفوق في عدد المواجهات المباشرة، يبقى النادي الاهلي مش عايز يلعب. طب ولا مرة كان دي حقيقة الامر، ولا مرة الوضع كان ليه علاقة بده. حتى كاس مصر دايما بيتردد فكرة ان الكاس مش هيتلعب. كاس مصر اللي احنا لسه كنا بنكلمكم في الفكرة اللي احنا اساسا كلامنا واضح مننا ان احنا رافضينها، ده انا قلت الاهلي من المتضررين، ده كلام واضح اهو. فتعالى اقول ان كاس مصر ده مش بيتلعب ليه؟ عشان لمجرد ان النادي الاهلي هيقابل نادي بيراميدز. طب هل النادي الاهلي ليه اي حاجه تخص الكلام ده؟ هل النادي الاهلي قال اي حاجه فيما يتعلق مسابقه الكاس القديم، ولا قال تعارض مواعيد؟ النادي الاهلي ما علقش على الموضوع اطلاقا. يبقى الموضوع استغلال فكره النتيجه. ولو رحنا وشفنا معاكم تحكيميا هيبقى معانا حاجات لمباريات كان النادي الاهلي افضل فيها فنيا وافضل في كل حاجه، وزي ما شفنا فكره هدف واليا او ضربه جزاء محمد شريف او غيره، وباراء التحكيم نادي الاهلي بيتحرم. اذا لازم تريح دماغك كده وتقعد وتاخد نفسك وتعرف ان مفيش داخل القاره فريق النادي الاهلي يهابه، وانت شفت بنفسك تجربه الهلال السعودي، وشفت بنفسك ان النادي الاهلي لما لعب وحقق رباعيه
وعمل ايه وكانت سيطره النادي الاهلي ايه وقدرته ايه. عشان كده بقول لك ولا خارج القاره. صحيح. انت قلت داخل القاره. ما مش عايزين نخليها على الاطلاق يعني ما تبحبحهاش قوي كده. ولا خارج القاره. ما تبحبحهاش قوي كده. لا حقيقه انا وقفنا قدام بايرن ميونخ اللي ما كانش بيقف قدامه والله حد. يا اسامه انا فعلا اللي عايز اقف عنده الفقره، احنا وضحنا حاجات فيما يخص تفصيليه جدا فيما يخص حتى المباريات وادارتها من اتحاد الكره ازاي. بس كمان المفهوم العام بتاعت فكره النادي الاهلي عايز يتجنب فريق، ما يا جماعه معلش بيراميدز من وقت ظهوره حقق بطوله ايه؟ ما حققش حاجه. أنا اتمنعت من إيه؟ الإسماعيلي في عز وجوده وأنا بروح ألعب في الإسماعيلية وبكل حاجة، النادي الأهلي مكتسح وبني، هتقول لي أصل الجيل و2005 وأنت خدت من الإسماعيلي وقصة ردنا فيها 1000 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مسابقة الدوري العام المصري موسم 1949 48 49 تسع بطولات ورا بعض، النادي الأهلي البطل والإسماعيلي موجود والمحلة موجود وكل الفرق موجودة. والترسانة. فإذا طبعًا تنافسيًا وقتها، ولكن اذا انت عندك النادي الاهلي يا جماعه هو القاعده، هو الاستثناء برضه، هو القاعده ان هو البطل وهو الاستثناء في الحاجات اللي محتاجه حد يحقق الاستثناء، فما تجيش تقول لي بيراميدز وما بتروحش الاسماعيليه والكلام اللي كله انت بتحاول تجري ورا اي سراب تحس فيه ان النادي الاهلي قيمته اقل من اي فريق اخر، وده لن يستقيم ابدا ولن يحدث طالما النادي الاهلي موجود في الكره المصريه. هو قدرك، ارضى بقى وسلم بيه، لان في وجود النادي الاهلي الكل بيبحث عن المرتبه الثانيه. نيجي بقى لفيديو بيرد وبيلخص كلام كتير جدا على لسان الحاج عامر حسين وهو بيتكلم عن مباراه الاهلي ومباراه بيراميدز ونشوف قال ايه ونرجع معاكم. بقول لحضرتك احنا لما طلعنا جالنا مباراه السوبر الافريقي وكان الجدول ماشي يوم بيوم مفيش اي مشكله. جات مباراه الاهلي يوم 22 وده كان ميعاد مباراه فيوتشر، مباراه فيوتشر اترحلت الى 26. وبيراميدز لان وقتها كان في لغط ان بطوله افريقيا هتتاجل مش هتتاجل، هتتلعب هتروح شهر 6. فعلشان الانديه ما تمشيش اللعيبه بتاعتها وما تديش اجازات قلنا يوم 30 مباراه الاهلي وبيراميدز في حاله تاجيل بطوله امم افريقيا. فعملت تكتب كده عشان الناس كلها تبقى عارفه الموضوع ده حاله تاجيل بطوله امم افريقيا. تمام. لان الاجنده الدوليه من يوم 27 14 يوم من بدايه البطوله. تمام. فبالتالي احنا ما حدش بلغنا اصلا من الاتحاد او من الجهاز الفني على ان هم هيتجمعوا امتى. فبالتالي لما البطوله اتلعبت اتاكدت ان هي هتتلعب جينا يوم 24 25 قلنا اخر مباراه هتبقى يوم 26 وان احنا ملتزمين بالاجنده عشان خاطر المنتخب الوطني ومصلحه المنتخب الوطني ان احنا هنوقف من يوم 27. لان برضه انا مستغرب يا كابتن سيف ان الناس كانت بتطالب ان احنا ليه لعبنا مباراه فيوتشر قبل بيراميدز رغم ان فيوتشر في الجوله السابعه وبيراميدز في الجوله الثامنه اللي احنا لعبناها. لو لعبنا العكس كان هيقولوا احنا ليه ما التزمناش بالترتيب بتاع الدوري. يعني ان شاء الله نتمنى ان الناس تهدى كده يعني وما يبقاش في غلط في الكلام يعني اللي بيطلع. بيعجبني في الحاج عامر حسين ان هو مخضرم، يعني ايه؟ يعني عارف اللي جاي، عارف اللي هيتقال ايه؟ الراجل قال وانا بحط ان هي يوم 30 قلت في حاله تاجيل الامم، عشان عارف ان هيجي واحد ما قاعد في استوديو ما ومشاه واحد هيطلع يقول ان المباراه كان المفروض تتلعب يوم 30، اذا القاعده واضحه، بس قال حاجه حلوه جدا، وده اللي انا مستغرب ان ناس كتيره جدا بتغفله فبتوصل لنتيجه غلط وهم متعمدين يوصلوا للنتيجه دي. الراجل قال احنا لعبنا اخر ماتش 26 لان احنا قلنا بدايه الاجنده الدوليه يوم 27. فطبيعي ان خلاص طالما كاس الامم هيلعب نهايتنا 26. جه عم كروش اللي بعد كده قال ليه ما لعبتوش او كنتوا لعبتوا، ده شيء يخص كروش، هو يقول اللي هو عايزه، مش هو المدير الفني لمنتخب مصر بس في النهايه يقول اللي هو عايزه. هو ليه ما يخصه، انما في انديه اخرى بتدفع ملايين الدولارات من اجل تحقيق بطوله وشيء تنافسي. لما انا عندي يوم 27 هتقول لي لا ما انت كنت ممكن لعبت بيراميدز قبل المعسكر طالما كروش عايز كده. مع احترامي لكروش انا نادي اهلي برضو، انت تحقق مصالح المنتخب انا معاك وحبيبك يا باشا وتحت امرك، بس بما لا يتعارض مع مصالحي انا. ليه؟ لان هو النادي الاهلي مش اللاعبين المصريين بس، عندك لاعب زي اليو ديانج، عندك لاعب زي علي معلول، عندك لاعبين محترفين من حقك تماما تتمسك ان انت مش هتلعب قصاد بيراميدز الا في وجودهم. يبقى يوم 27 بدايه الاجنده الدوليه كان هو الاحتماليه اللي الحاج عامر حسين قعد وحط صح. كاس الامم متاجل هنلعب يوم 30، ما تاجلش
قصتنا الأجندة الدولية عشان الفير بلاي لكل الفرق واضحة ولا مش واضحة؟ انت قلت انا اعتبر واحد، بس هم اكتر من واحد بياخدوا الاتجاه ده. اكتر من واحد بياخدوا الاتجاه ده. هنشوف الاستاذ عمرو الدرديري وهو واحد منهم بياخد الاتجاه ده. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هو مباراه الاهلي مع بيراميدز هتتلعب امتى؟ بتاعت الكاس ولا دي خلاص لاجل غير مسمى؟ ما الاهلي يشد حيله. اتحاد الكوره بقى. اتحاد الكوره احنا مالنا احنا؟ ما الاهلي يشد حيله يعني. شد حيله في ايه؟ كل لاعب بيستنى يعني. شد حيله كده شويه. في ايه اكتر من كده يعني؟ لسه في مرحله المخاض. انت هتزعل قوي لو الاهلي شد حيله اكتر من كده. يعني بجد هتزعل قوي. هينهي الدوري زي كده ايام زمان من يناير. اللي هو ايه؟ الدور الاول خلص. يعني الاهلي هو متصدر الدوري وهو بيفوز على كل منافسيه 5-3، 5-4، 4-4، 3. وكمان عايزه يشد حيله، احنا كمان بجد عايزينه يشد حيله كمان اكتر من كده، لان ما ينفعش نفقد نقطتين في 10 مباريات، وما ينفعش النتائج يبقى واقفين عند رقم 5، لان في ارقام مفضله بالتاكيد للنادي الاهلي. هو ده الاستاذ عمرو الدردير اللي كان عنده ازمه ايضا مع مباراه الاهلي والهلال السعودي، وسنتين بيتكلم عن الاهلي والهلال السعودي، ثم بعد ذلك قال لك الهلال ما جاش. احنا ما شفناش، مش ده الهلال اللي احنا نعرفه، ده الهلال اللي واجهنا كان اقوى من الهلال ده، بس كان بعد مباراه تشيلسي كان بيقول الهلال عمل مباراه كبيره امام تشيلسي، بس هو تقريبا بيتغير الهلال لما يجي يلعب النادي الاهلي، زي ما الاهلي بيتغير لما بيجي يلعب فريق بيراميدز وما بيشدش حيله. ما هي المشكله في حته يشد حيله دي، ما هو النادي الاهلي افريقيا ان شاء الله جمهوره هيفضل يهتف خلال البطوله دي ال11 يا اهلي. غيرنا بيفكر في الدوري بس وبعيد. الأهم كمان إن غيرنا دلوقتي يا ترى المرة دي هيقول الدوري أقوى ولا أفريقيا أقوى؟ ما هي كانت اللعبة كده. أنا خرجت من أفريقيا بس مشيت في الدوري، يبقى الدوري أقوى. ماشي في أفريقيا والدوري بس ده ما بتحصلش يعني، يبقى أفريقيا أقوى. المرة دي الله أعلم هتقولوا إيه أقوى؟ ممكن كأس مصر بقى. يعني على حسب ظروفها. مش هينفع حتى نحط كأس الرابطة. لا كأس الرابطة لا. ما احنا كسر الرابطه للفريقين يعني. فاحنا بقى هنيجي نسمع ختاما كلام بيلخص لكم مصداقيتنا في الحوار وفيما يخص حتى النادي الاهلي في الغرف المغلقه سعى لعكس اللي احنا قلناه ده. نسمع استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه وهو بيتحدث بكل شفافيه عن كواليس مباراه الاهلي وبيراميدز. هل كان في رغبة لتأجيل مباراة بيراميدز ولا ده ما اتكلمش في الكلام؟ ما اتكلمش في الكلام. مكالمة امبارح فيما تخص التحكيم في بطولة الدوري وتحقيق العدالة للكل للكل للجميع بشكل عام. النادي الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة بيراميدز، وبيجي هنا البعض يقول احنا نتيجة ده كنا في مباراة سان داونز النهاردة مضغوطين. أنا معاك، النادي الأهلي قد يكون ارتقى إن في كل الأحوال الأمور يا جماعة المباراة ما تأجلتش، وأنتوا شايفيننا بنستعرض كل اللي إحنا بنستعرضه ده، ما بالك كان البعض هيقول إيه؟ الأهم بقى إن النادي الأهلي عنده ميزان، بس المشكلة إن المنافسين مش موجودين في أفريقيا، عنده ميزان يضغط بيه فيما بعد على نفس الواقعة، وإن النادي الأهلي احترم جدول المسابقة زي ما هو عهده. بس في نقطة مهمة يا فارس. قول. لو كانت مباراة الأهلي وصن داونز يوم 11 ما كانش هيدير النادي الاهلي او يقترب من فكره تاجيل المباراه ان هو قلقان من بيراميدز او خايف من بيراميدز، لان انا بالنسبه لي كان غير ادمي وموضوعي وما فيهوش اي تكافؤ فرص، فبالتالي خدمه الكاف وصن داونز لجدول المسابقه وللنادي الاهلي ان هو يواجه بيراميدز قبل فريق صن داونز، وعشان الكلام ده ما يترددش كتير المباراه كانت يوم 12. لكن عشان نكون موضوعيين، لو المباراه كانت يوم 11 في جنوب افريقيا كان من وجهه نظري صعب جدا يتلعب مباراه الاهلي وبيراميدز يوم 8. يعني ده مستحيل، وكمان فعلا انت شفت الرحله، اللعيبه خرجوا من الملعب سافروا، فما بالك لو ده مش موجود. اخيرا قبل ما نطلع الفاصل، بس برضه عايز اذكركم ان يوما ما نادي ما في المسابقه المحليه خرج رئيس النادي بتاعه وقال أنا أجلت الدوري بالكامل لحد ما أنت ترجع يا فرجاني، ومش ده فرجاني اللي احنا كنا مستنيينه. لسه في بعد ده كلام، نطلع للفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا في الملف المحلي بعد ما خلصنا الملف الأفريقي،
وكان النادي الاهلي اصدر بيان عن فكره التحكيم والاخطاء التحكيميه، وكان توقيت بيان النادي الاهلي كان مهم جدا لاننا بدانا نشوف اخطاء تحكيميه بشكل كبير جدا، وانا متوسم خير في رابطه الانديه انها هتكون حريصه كل الحرص على اصلاح الحاله التحكيميه اللي تسبب فيها، مع كامل احترامي لمن تعاقبه على اتحاد كره القدم المصري في وصولنا ان يكون الشكل ده، وبنخدع انفسنا وبنقول ان احنا التحكيم المصري بخير، وبنيجي نشوف مباريات هتحدد الصعود لكاس العالم مع منتخبات، خمس منتخبات بتواجه خمس منتخبات، بنلاقي حكم مصري واحد، حكم رابع اعتقد مفيش حاجه اسمها التحكيم المصري بخير، واحنا كنا رواد في التحكيم المصري، نصل بتحكيمنا للحاله دي في المواجهات المهمه اللي احنا مش متواجدين فيها. الدليل على ان التحكيم المصري يكون بخير ان انا الاقي على الاقل طاقم تحكيم بالكامل ان لم يكن اثنين متواجدين في مباريات النوك اوت او الصعود لكاس العالم بين منتخبات افريقيا العشره اللي بيتصارعوا على خمس بطاقات، ونتمنى ان شاء الله انت تضحك ليه؟ بضحك عشان فاكر في كاس الامم لما عرضنا قائمه الحكام المصريين فيها وانا قلت لك ايه؟ هو الكلام ده. احنا بندفع ضريبة تردي التحكيم وانت قلت لي انا متفائل، طب نديهم فرصة. لا خد بالك، لا لا لا، احنا اتكلمنا على اتنين حكام قلنا خلينا نكون معاهم لان الطبيعي ان هم بيمثلوا مصر او التحكيم المصري يكون طبيعي. خلينا بس انت متوقع ايه نتاج المستوى؟ هو ده اسامة، ما انت متوقع ايه نتاج المستوى ده؟ انا معروف ان انا ما بيني وبين التحكيم يعني لا انا كله يعني انت عندك البنا استثناء شوية. انا يا جماعة وهو ده والله الاهم كمان قبل ما نروح للفقرة، ان التحكيم المصري احنا بنتكلم في كل كلمة اتقالت في الفقرة دي، لو حد بيشوف ان ناس بتتكلم عشان خاطر النادي الاهلي وهو جزء على فكره من الكلام بس بموضوعيه، شوف احنا قلنا ايه هنا. لو تفتكر رساله من شهور، ده رساله انا قلتها بوضوح، اللي بيقول التحكيم المصري مش بخير انا قلت والله العظيم ما بخير. لا ده سيبك بقى، ده انت بتتكلم في مفهوم عام. انا جيت هنا من حوالي اربع شهور وقلت رساله كده للكابتن عصام عبد الفتاح، قلت له عندك مشكله كبيره جدا. عارف فكره صلاح الدين يحسن اختيار سفرائه؟ انت لم تحسن اختيار سفرائك لسبب، انت حافظت على نفس الحرس اللي موجود بقياده وجيه احمد اللي هو كان المشكله الاساسيه في الموسم اللي فات، وانت اشتغلت بنفس الادوات، فتمر الدنيا ويرحل الدنيا دلوقتي يعني وجيه انت احمد. شايف الرساله للكابتن عصام عبد الفتاح ان هو لم يحسن اختيار انت عندك مشكله فينا ده كابتن عصام عبد الفتاح السفير اللي اختاره من اتحاد الكره، يعني لا كان في حسن اختيار سفير يدير منظومه اتحاد الكره الفترة الماضية ولا حسن اختيار رئيس لجنة الحكام، وعشان كده أنا بتشعلق في الأمل الأخير رابطة الأندية اللي أنا متوسم إنها تقدر تحل المشكلة دي، ناس بتسعى لإصلاح منظومة كرة القدم المصرية، خدوا خطوات. عجبني جدا النائب أحمد دياب وبيتكلم مع الزميل إبراهيم فايق وبيتسأله الزميل إبراهيم فايق سؤال، أنت راضي بنسبة كام عن أداء رابطة الأندية في أول سنة ليها؟ قال له 50%. أنا بحب كده، انا بحب ان ما يطلعش يقول احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا ونبدا نعدد برغم ان عنده اللي يقوله ان هو عمله، ولكن فكره ان هو واصل لمرحله ال50% فهو عايز الافضل. ده حقيقي. وعشان هو عايز الافضل انا متاكد ان هو هيكون حريص على التعامل مع منظومه التحكيم المصري بشكل مختلف تماما عن اتحادات كره القدم المصريه، وبشكل مش هيضحك الاعلام او ايا كان الاعلاميين المتواجدين سواء منافسين على رابطه الانديه من وجهه نظري في قصه تصدير انديه مظلومه من التحكيم على مدار الوقت وهي اكتر انديه مستفيده من التحكيم. وبالتالي الامل مع كامل احترام الكابتن عصام فتاح، انا شايف ان عشان نختار سفير جيد للتحكيم المصري انا شايف لازم منظومه احترافيه، لازم رئيس لجنه حكام يكون محترف. ايوه محترف دون التشكيك في وطنيه اي احد. عندنا في نجادة المستشار الفني لاتحاد الكره محترف، عندنا كيروش محترف، عندنا موسيماني، عندنا فيريرا لسه راجع ومحترف وكان قبله كارتيرون، ده لا يقلل من وطنيه اي شيء. انا عايز اصلح المنظومه دي فلازم يكون هويه مختلفه عن هويه الاحتواء، وبنتكلم بوضوح الاحتواء اللي طلع اتكلم عنه محمد عادل هو دفع ضريبته فقط لا غير، لكن انا بقول دي سياسه تحكيم مصري متواجده من قبل رؤساء التحكيم اللي مروا على لجان التحكيم. صحيح. وبالتالي الاصلاح من رئيس تحكيم اجنبي. بالظبط، لان حتى اقرار عصام عبد الفتاح ان جزء من هويه الحكم وصلاحياته زي ما حاول يبرر وقتها
وفكره اداره المباراه ده كان شيء خطا كبير جدا ونتج عنه اخطاء. ولكن بمناسبه رابطه الانديه في سؤال لما تيجي تساله لنفسك تتخض، ايه المكون الاساسي لجوده منتج الدوري المصري في رايك؟ ايه العنصر الاساسي في جوده ومتابعه منتج الدوري المصري؟ اولا الملاعب، لا الحالي، الحالي. ايه العنصر الاساسي الجاذب؟ هو النقل التلفزيوني اللي حصل فيه تطور، هو ده الواضح لكل الناس. اقول سؤالي باجابته يمكن يكون اوضح للناس. انا في رايي ان العنصر الاساسي في جوده الدوري المصري الحالي هو النادي الاهلي، وده مش مفترض ان هو يكون الحاصل. انت زي بقى ما انت قلت الاجابات، انت على فكره كنت بتجاوب الاجابات المنطقيه. ايوه انت نقل تلفزيوني، تحكيم، ملاعب، جودة، بس كل حاجة ممكن تتخيلها هي دي المكون. إنما في رأيي يا جماعة، وده محتاج يقعد أساتذة الرياضة في الصحافة على مدار سنوات والأساتذة الأكاديميين يقعدوا يتكلموا، إن في مؤشر خطر جدا. الدوري المصري قائم على، أيضا لا ننكر إن الدية بين الأهلي والزمالك، يعني لا ده أنا جاي أقول ده كمان، خلينا نكون حقيقيين. لا حتى بعيدا عن اهلي وزمالك، خليني اقول لك لا في فرق، يعني في جوده. انا هقول الفكره، انت جاي بتتكلم، ما هو انت بتتكلم على مستوى عدد تحقيق الالقاب، فهتلاقي في جاب. فاذا هو دوري اصلا بطبعه قريب من الدوري الالماني في فكره تصدر النادي الاهلي. ولكن خلينا نكون واقعي زي ما كنت لسه هكمل، ان الديه اللي موجوده بين الاهلي والزمالك تاريخيا يمكن حتى لو مش منعكسه قوي فنيا لسنوات، ولكن ده مكون رئيسي. الدوريات الكبيره عشان تصنفها بيبقى التنافسية والندية وجودة وكفاءة الأندية ونتائجهم هو جزء مهم جدا، بس جزء من عوامل كتير جدا. عشان كده الدوري المصري بريادته وبتاريخه جه فترة، لا يا جماعة الدوري آخر موسمين 3-4 على فكرة ملوش علاقة بالتنافس، احنا كنا في 2005 و2006 الأهلي مسيطر والدوري المصري جودته كبيرة جدا عربيا، احنا بعدنا شوية. وعشان كده يحسب لرابطة الأندية إن معاها الباور، وده واضح جدا للجميع، إن هي تشد فكرة الدوري المصري ويبدأ ترجع له التنافسية على المستوى مش الفني، لأن التنافسية اللي أنت لو بدأت تتدخل في التنافسية الفنية بقت مشكلة، وده معيار مهم جدا الناس تفرق. أنت لو بدأت تتدخل في التنافسية الفنية أنت هنا بتعمل مشكلة، أنت هنا طرف محايد. ولكن التنافسية كواليتي دوري مقارنة بالدوريات العربية. خلينا أكمل بس على كلامك عشان أنا مش عايز أستثني بيراميدز من الأمر. بيراميدز عنده قيمة تسويقية عالية، عنده لاعبين بيلعبوا دوليين، عندنا كمان فريق فيوتشر طالع بطموحات كبيرة جدا، واضح جدا إن في يعني استثمار في الدوري المصري من قبل فرق ممكن انها يكون ليها شأن في اشعال المنافسه حتى في المربع الذهبي. يتبقى فكره العناصر الاساسيه، النقل التلفزيوني، الملاعب، المواعيد، الرعاه، البث، كمان التحكيم، ده عنصر مهم جدا. وعشان كده انا برجع لكلامي مره اخرى، متوسم ان يكون في جمعيه عموميه، في اتفاق على نقل صلاحيات لجنه الحكام من مقر اتحاد الكره الى رابطه الانديه. بالنسبه لي ده في حد ذاته هيعمل نقله في هويه التحكيم المصري اللي وصلت لمرحله الاحتواء. نروح بقى لاعلام منافس بيتكلم عن فكره بيان النادي الاهلي، وبتعجب من بيان النادي الاهلي وعنده بعض التساؤلات، عندنا بالتاكيد مزيد من الردود عليها. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. فالكلام اللي اتقال كلام منطقي جدا. أما موضوع الأخطاء التحكيمية فهي منذ زمن، منذ الأزل، لكن الحقيقة أنه أنا مش شايف هنا الاختلاف بقى، مش شايف أن في أخطاء تحكيمية أثرت في النتائج. ليه؟ لأن في تقنية الفيديو، تقنية الفيديو من ساعة دخولها الدوري المصري والأخطاء التي تؤثر في نتيجة تكاد تصل 1% 2%، دي لو وصلت. يعني خلينا نبقى واضحين ان فكره تناول بيان النادي الاهلي في حاله استنكار. انا قلت اعلام منافس، هو بالفعل اعلام منافس وكان شغال في قناه منافسه، ولكن حاليا الفيديو ده او التصريح ده من اذاعه في الراديو اون تايم سبورتس، اعتقد الامر واضح جدا وبيسال سؤال، او هو شايف من وجهه نظره ان الاخطاء التحكيميه منذ دخول تقنيه الفيديو مصر لا تتجاوز 1 أو 2%. متخيلين؟ احنا مش حابين نرد على الشخص بشخصه، لان الشخص نفسه كان له تصريحات كتيرة جدا 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 يعني لا داعي لذكرها،
ولكن اتكلم عن فكرة قد ايه التحكيم المصري ضد نادي الزمالك، قد ايه تقنية الفيديو لا تطبق بشكل سليم وما بتخدمش العدالة الكاملة، كل ده كان بيتقال. لكن احنا عايزين هنا نوضح ليه بيان النادي الاهلي خرج، وازاي بنتكلم عن فكرة اخطاء 1 و2% واحنا عندنا دوري الموسم الماضي فقط لا غير، يعني كان ممكن ينهي المنافسة من شهر من مباراة 2-1، ومن بعد مباراة 2-1 كده كنا خلاص نبدأ نلعب ونلعب روتيشن في الدوري المصري وكنا نلعب نكمل بطولة أفريقيا. ولكن أخطاء التحكيم في وجود تقنية الفار هي اللي أبقت على التنافس ما بين الأهلي والزمالك بشهادة خبراء التحكيم للسبع جولات الأخيرة اللي ما كانش فيهم أي نوع من أنواع تكافؤ الفرص. الزمالك بيبدأ ماراثون بعد معسكر 40 يوم والأهلي بيلعب 11 مباراة على التوالي، 4 منهم كان بيلعب ناقص لاعبيه اللي كانوا مشاركين مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. نستعرض النقاط اللي خسرها النادي الأهلي. نستعرض الواحد أو الاثنين في المية. اللي هي الواحد أو اثنين في المية فعلا. النقاط اللي خسرها النادي الأهلي الموسم الماضي، وإحنا هنا كنا رفقاء جدا، ما جبناش أي نقطة بدون آراء خبراء تحكيم، وأعتقد يعني فقرة فار روم معاكم طول الوقت يعني فبنكون مستعرضين آراء خبراء التحكيم. النادي الأهلي فقد 12 نقطة يعني كحد أدنى. كحد يعني 12 أدنى. ده اللي هو بالظبط اللي هو خلاص يعني ده يعني بإجماع الآراء. اللي هو ارجع للأرشيف لو مش مصدق فارس وأسامة بالظبط بإجماع الآراء مفيش أي حد مش مختلف عليه. أول نقطتين ضربة جزاء غير محتسبة لبيكهام أمام وادي دجلة، تاني نقطتين هدف ملغي للأهلي أمام البنك الأهلي، والإعداد كمان ما رضاش يجيب لكم ركلة جزاء غير محتسبة على البنك الأهلي في المباراة دي، واكتفى بالهدف أيمن أشرف، الهدف الوحيد اللي أنت شفته وتكرر 50 مرة تقريبا بعد الهدف ده، وكأن نوع من أنواع يعني إيه تكفير ذنوب للحكم وحكم تقنية الفيديو عمرو الشناوي، وكان حميدو سلامة هو إثبات ذنوب نوع من أنواع تأنيب ضمير الحكام. النقطتين اللي بعد كده كان ضربة جزاء غير محتسبة لمحمد شريف أمام بيراميدز، وهدف وولتر بواليا كمان موجود في المباراة دي اللي خرجنا فيها تعادل، وده اللي بيؤكد لما بيتساوى جزء يعني قدر كافي من العدالة التحكيمية مفيش فريق أو كامل احترام الفريق بيراميدز ما يقفش قدام النادي الأهلي. فدول كان بسم الله الرحمن الرحيم كده أول 6 نقاط فقدهم النادي الأهلي في الدوري. لو ما كانش النادي الأهلي فقد ال6 نقاط دول قبل ما يروح يلعب كأس العالم للأندية كان تقريبا زي بقول لكم الدوري انتهى في شهر إبريل. نقطتين فقط لا غير في مباراة غزل المحلة، ممكن أنت لو حابب تنوع تقول 3، تقول الفاول اللي جاء منه الجول مش فاول أصلا، تقول إن لنا ركلة جزاء محمد هاني، تقول اللي لنا طرد من أول الشوط الثاني، فهتبقى تلعب ب10 لاعبين وأنت كان عندك أفضلية إنك تكون متقدم بركلة جزاء لمحمد هاني، لأن قلنا الفاول اللي جاء منه الهدف ما هواش فاول حقيقي، ولكن احنا هنا بناخد الحد الادنى ومعاكم على اقصى اقل حاجه 12 نقطه. عندنا ايضا مباراتين امام الاسماعيلي وطبعا جونيور اجاييه وركله جزاء واضحه جدا، الكابتن كان في محمد حنفي في الساحه، الكابتن محمود عاشور، متذكرين احداث الموسم ويجي يقول لك 1 أو 2%. والمباراه الاخيره كانت هدف طلائع الجيش اللي من وجهة نظرنا مش هنقول عليه اتفاق كامل، لكن كان عندنا لقطة واضحة جدا لرامي ربيعة في مباراة أهلي وزمالك برضو محدش خالص من خبراء التحكيم اتكلم فيها. لكن عندنا أخطاء أخرى ممكن يستعرضوا، بس لقطة رامي ربيعة دي لقطة رامي ربيعة اللي أيضا فارس كان لسه هو نفسه الحكم كابتن محمود عاشور أيضا حكم فيديو، كان أمين عمر حكم ساحة، وقع رامي ربيعة في الكرة دي حوالي 2 دقيقة، فاحنا قلنا يعني خير حد يروح يبص، خير يا جماعه في حد هيبص بصه ولا هيعمل اي حاجه اي قولوا لنا اي حاجه. اللقطه اللي احنا عرضناها دي اصلا من النقل التلفزيوني، احنا ما رضيناش ما بنعرضش اللقطه اللي هي من مصور داخل الملعب واضحه جدا دهس قدم رامي ربيعه. 2 دقيقة رامي ربيعه بيتعالج، والكابتن محمود عاشور شاف ان هو ما فيش داعي استدعي كابتن امير عمر وتعبوا معايا، وانا كنت استدعيت محمد الحنفي بعد كده في مباراه الاسماعيلي عشان يتعبوا معايا، ولكن للامانه عشان نكون منصفين الكابتن محمود عاشور الموسم ده مقدم مستوى افضل من مواسم محمود عاشور السابقه بالكامل، وانا كلامي واضح ودقيق، افضل من مواسم محمود عاشور بالكامل، مش افضل حكم متواجد على الساحه. طيب. عشان انت بتمسك في الكلمه وترجع بعد كده تقول انت كنت بتقول محمود عاشور مش عارف ايه. لا 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 لا, لا. انت متوسم خير فلعل يعني زي ما بقول لك لا في 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 رابطه الانديه ان اجيب خبير تحكيم اجنبي عشان كده بقول لك. ولكن عايزين بس نقول حاجه، انت عندك دول 7 مباريات دول اللي احنا عرضناهم 7 مباريات،
نسبتهم ومباريات الاهلي، ارجع بقى لفكره الواحد في المية. احنا كده المفترض خلصنا خلاص الواحد والاتنين في المية. على فكره لا خد بالك احنا ما اتكلمناش عن اخطاء تحكيميه في مباريات اخرى، ده لسه جاي اقول لك، ده الزمالك بس قيس النسبه وما جبناش نادي غير ناديين اللي احنا بنتكلم فيهم. الفكره بس ان 1.2% ده يا جماعه تصريح ما اتقالش في البوندسليجا، انتوا متخيلين؟ الدوري الالماني ما اتقالش، في الدوري الايطالي ما اتقالش، في البريمير ليج ما اتقالش، في اي دوري كبير من الدوريات الخمسه الكبرى ان حد طالع قال نسبه الاخطاء التحكيميه عندنا 1 ولا 2%. احنا لو بيحكم يعني فكره روبوت بيحكم المستوى الرفيع، نسبه الخطا هتبقى اعلى من كده. عشان كده لما اجي انا امرر جمله زي دي وانا بتكلم، انا بلغي بيها كل اللي اتقال في دوري سابق. وتعالى عشان تقعد وتطلع تقول الكلام ده تتكلم بحالات، اما الكلام المرسل اي حد يقدر يقول كلام مرسل، والكلام المرسل احنا هنا كويس قوي بنعرف نرد عليه، وحتى لو البعض فضل يقوله بعد كده بيبقى الجمهور عرف انه هو كلام بلا قيمه لانه هو مرسل. هنيجي بقى لحالات النادي اللي توج بالدوري. احنا قلنا النادي الاهلي اتحرم من 12 على الاقل غير في لعبه اخرى اللي هي مباراه الزمالك. تعالى نادي الزمالك استفاد بكام نقطه تحكيميا، ده ايضا بفكره اللي على الاقل. عندنا 11 نقطه، 3 نقاط في ضربتين الجزاء الغير محتسبتين امام انبي، واكيد كلنا فاكرين مباراه انبي وكان مؤشر واضح جدا. الصباحي كان حكم مباراه. بالظبط، بعدين عندنا نقطه هدف غير محتسب لبيراميدز امام الزمالك في الدور الاول، وتتوالى النقاط. وادي بيراميدز اللي اعتقد لما نيجي نشوف فرق النتائج معاه ممكن نسقط الجدول اللي فات اللي فيه ضرب الجزاء محمد شريف وفيه هدف بواليا، ونشوف هنا نقطة بهدف غير محتسب لبيراميدز. ما بيتظلمش قدامنا ليه كده؟ أو ما بيغلطش حد في بيراميدز؟ ويا ريت لما بيغلط أنت مش بص، أنا عايز أقول لك حاجة خطيرة كمان، الغلط بتاع بيراميدز في مباريات الزمالك ما بيتبروزش، لأن ما حدش بيتكلم من بيراميدز في الأخطاء اللي بتحصل، فكابتن هاني سعيد بيبقى كول جدا ما شاء الله عليه، عنده تمالك نفسي وعصبي في مباريات الزمالك رهيب جدا، يحسد عليه ما شاء الله يعني. أما عندنا بيفضل الكلام في الخطأ كتير. نيجي سريعا نقطة بعد كده لضرب الجزاء، قلنا غير صحيحة. إيه ده؟ أيوة أمام بيراميدز الدور التاني. أنا بقول لك ده، بص بقى ده أجيال بتسلم أخطاء يعني. بس خد بالك يعني إيه، في تنوع في الأخطاء هنا، في الأولى يعني غير صحيحة، وفي الثانية يعني هدف غير محتسب. يعني مرة نمشيها هدف ومرة ركلة جزاء. طيب نيجي بعد كده نقطتين ضرب الجزاء غير محتسبة للمقصة في مباراة الزمالك، ونقطتين في ضرب الجزاء غير صحيحة للزمالك أمام المصري، ونقطتين ضرب الجزاء غير محتسبة أمام سموحة. وأنا عايز أقول لكم يا جماعة، ممكن حد يا أسامة يقعد يشتغل كده حلقة كاملة لسموحة والزمالك والمقصة والزمالك، يعني الموضوع لا سموحة قصته، وجبنا كاس والله مصر وبطولات بتأدي الكونفدرالية وقصة كبيرة جدا، والمقصة وفي العاجل قريبا بيراميدز عندنا 1%. لا احنا كده يعني تقريبا 12%. ناخد بقى فيديو كابتن عصام عبد الفتاح اهو بنفسه. طبعا انت ما فيش حد هيعبر عن حالة التحكيم المصري في وجود الفار اكتر من رئيس لجنة الحكام، اللي نطلع نسمع قال ايه عن الفار المصري. نشوف الفيديو. مشكلة الفار، احنا اتفقنا نتكلم بصراحة. لا بصراحة تمام. مشكلة الفار هي كانت مشكلة كبيرة، كانت مشكلة كبيرة، انتهت المشكلة في خلال 3 شهور دول؟ مستحيل. نعم. انا ما معيش عصا سحرية، ولكن في تقدم، في تقدم ممكن يزيد اكتر في الفترة الجاية، ان احنا من خلال دورات، واحنا من ساعة ما جينا 45 يوم من ساعة ما جينا عندنا دورات، او اي رئيس لجنة يجي يكمل يعني، ده نصيحتي لاي حد يعني، انه يكمل الدورات اللي احنا عملناها، لان احنا فعلا سلقنا الفار. الفار بيتعمل من 6 الناس تقول لي ايه بس الناس دول خدوا رخص، لان الفيفا والايفاب بيصدق اي دوله. وكابتن احمد انا لما ببعت لكابتن احمد مثلا، هو الفيفا او الايفاب ببعت له ان سمير اصبح مؤهل بيقبله على اساس انه بيثق فيك. صحيح. لكن الحقيقه التدريب على الفار كان لم يكن كافي على الاطلاق. احنا على فكره موافق، بنحاول نطور في ده يا كابتن احمد، نطور. والامانه احنا اللي بنحاول نخليهم ياخدوا رخص، واللي هنخليهم يحكموا الفتره الجايه اللي عندهم ثقافه، لان حكم ما عندوش ثقافه مستحيل يقعد داخل غرفه الفار. الفار ما عندهمش ثقافه؟ انا ما اقصدش ثقافه اللي هي ثقافه ما عندهمش ثقافه تحكيميه، ما عندهمش ثقافه شخصيه يعني. انا بتكلم على تحليل الصوره يا كابتن احمد.
يا سادة الحقوق لا تسقط بالتقادم، مهما قلنا 1 أو 2% النقاط موجودة، وسلقنا الفار وسلبنا الأهلي اللقب، هم دول كانوا المعادلة الواضحة في فار الدوري الماضي. نطلع لفاصل ولسه معانا كلام مهم جدا في الأهلي خط أحمر. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا مستمرين في باقي فقرات الاهلي خط احمر. اتكلمنا عن بيان النادي الاهلي ونسبه 1% و2%، ووضحنا الامور مش من اول الفار فقط لا غير، لا ده الموسم الماضي لانه موجود في ذهن جماهير كره القدم المصريه بمختلف انتماءاتها. لا ده كمان كان عندنا ازمه وكنا هنا من خلال البرنامج ايضا مع النصف الثاني من الموسم ما قبل الماضي، قلنا عندنا أزمات في وجود تقنية الفار، ويمكن السلق اللي كان بيتكلم عليه الكابتن عصام عبد الفتاح اللي له مصطلحات دايما كده في التحكيم دايما مختلفة، يقول لك المباراة عاملة زي لما بتزيد حرارتها لازم الحكم يكون زي الدكتور يديها كمادات ويخفض الحرارة، فقال لك احنا سلقنا الفار، مصطلح جديد من مصطلحات الكابتن عصام عبد الفتاح اللي بيبهرنا بمصطلحاته وتصريحاته. لا ما رحناش لما قبل الماضي، بس هيقول انا قصدي بيان النادي الاهلي طالع الموسم ده، طب ليه انتوا بتجيبوا لي الموسم الماضي؟ احنا بنجيب الموسم الماضي بنوضح لك ان تقنيه الفار من اول ما دخلت مصر وعندنا مشاكل كبيره جدا، لو قارناها باي دوري تم استخدام فيه تقنيه الفار بالتاكيد الاخطاء عندنا هتكون اكبر وبكتير وبعيد تماما عن تاني دوري ممكن يكون فيه اخطاء تحكيميه في وجود تقنيه الفار. لكن للدوري حتى المحلي هذا اللي النادي الاهلي متصدره، واحنا دايما بنتكلم حتى واحنا متصدرين الفكره مش فكره انت افقدتني نقاط قد ما انت افقدتني افضليه في بعض المباريات. نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم لنفس الاعلامي في نفس الاذاعه وان كان انتمائه معروف لقناه اخرى كانت قبل انتقاله لاذاعه اون تايم سبورت. شوف الفيديو ونرجع نعقب. انا شايف انه التحكيم ممكن يبقى فيه اخطاء داخل الملعب فنيه، ممكن ما يديش انذار، ما يديش طرد، يعدي حاجه بتاع ماشي، لكن هما مثلا ممكن النتائج ايه اللي اثرت، ايه النتائج اللي اثرت على النادي الاهلي او الاخطاء التحكيميه التي اثرت في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما تيجي تبص على جدول الترتيب بتاع الدوري هتلاقي ان بيراميدز لعب 10 مباريات فاز 8 تعادل 2 ما خسرش. النادي الاهلي لعب 9 مباريات فاز 8 اتعادل 1. فاز 8 وتعادل 1، والتعادل ده كان في شهر 12 اللي فات مع فيوتشر. ايه هنا بقى السؤال اللي يستعيده النادي الاهلي ويجعل ان هناك اخطاء اثرت؟ هل بيراميدز مثلا المنافس الاساسي بتاعه دلوقتي متصدر الدوري حصل له اخطاء استفاد من اخطاء تحكيميه؟ لا اعتقد. نادي الزمالك اللي هو المنافس التقليدي للنادي الاهلي استفاد من اخطاء تحكيميه من وجهه نظري؟ لا اعتقد. يمكن هم شايفين حاجه تانية، ان الاثنين دول المنافسين ليهم حصل لهم استفادات. لا تعتقد، ويمكن هم اللي شايفين حاجه تانية. خلينا نوضح نقطه مهمه جدا تخص النادي الاهلي، فكره العداله على المنافسه بشكل كامل هو ده اهم شيء بيسعى اليه النادي الاهلي. بمعنى ان هو حاول يعمل مغالطه منطقيه ويسرد يقول لك هو انتوا فقدتوا نقاط وربط ما ليس انت لعبت 9 مباريات اتعادلت مباراه، وطبعا كان التصريح ده او الفيديو ده قبل مباراه بيراميدز اللي فاز فيها النادي الاهلي بثلاثيه نظيفه، فطلع قال انت اتضريت في ايه عشان تشتكي من التحكيم. لا خد بالك ده في نقط مهمه جدا. اولا انا ممكن اشوف اداء تحكيمي انا اقدر اتغلب عليه، اقدر اتغلب عليه زي ايه؟ زي مباراه الاهلي وسموحه، انا عندي ركلتين جزاء وفايز 4. طيب انا ممكن جيت في وقت من الاوقات بلعب مباراه ما عنديش توفيق فيها فما اخدش حق التحكيمي؟ عندي مباراه زي مباراه المقاولين ليا ركله جزاء فزت فيها، لكن ليا ركله جزاء ما خدتهاش، محمد شريف ما خدتهاش. هل ده معناه ان انا ما ينفعش اتكلم واقول التحكيم فيه مشكله لان الاخطاء دي بتسمح او هي دي بروتوكول تقنيه الفار؟ لا، لازم النادي الاهلي احافظ على حقوقي حتى وانا بفوز. حتى مباراه فيوتشر
انا ليا ركله الجزاء اللي انا تعادلت فيها والنادي الاهلي ما طلعش ولا جماهيره ولا اعلامه اتكلم عن فكره ان احنا فقدنا نقطتين امام فيوتشر، بل بالعكس احنا اكتر نادي عنده نوع من انواع جلد الذات على جميع مستوياته، اداره، جهاز فني، لاعبين، اعلام، جماهير. وساعات بنبقى في مشكله فكره ما تقوليش التحكيم. مباراه فيوتشر اللي تعادلنا فيها 1-1 ركله جزاء واضحه لاكرم توفيق، خبراء التحكيم طلعوا اتكلموا وقالوا ما عندناش زاويه، ادي الزاويه لاكرم توفيق، ادي الزاويه ربنا يشفيه ويعافيه، ادي الزاويه. فدي مباراه ما طلعناش قلنا احنا فقدنا نقطتين فبنرد عليك في فقد نقطتين، لا، النقطه الاهم النادي الاهلي ده بيلعب مع مين؟ مع منافسين. وانت بتقول لا اعتقد ان المنافسين استفادوا، عندنا بيراميدز استفاد في ركله جزاء واضحه جدا في مباراه البنك الاهلي وفاز 1-0، عندنا الزمالك استفاد، وتقول لي لا اعتقد، ازاي لا اعتقد؟ ازاي لا اعتقد؟ ده الكابتن حلمي طولان احد ابناء نادي الزمالك طلع في مباراه الزمالك وام بي قال يا عالم ياهو، الراجل طلع فاض بيه اشتكى، وانت تقول لا اعتقد ويبدو ان احنا شايفين حاجه ثانيه؟ لا، احنا بنوضح ان الاخطاء التحكيميه ما لهاش علاقه بفقد النقاط، اخطاء تحكيميه يا فارس تسمح بتدخل تقنيه الفيديو وتحصل اخطاء لازم ان انا يكون عندي بيان ولازم يكون في تدخل ولازم يكون في علاج من المسؤول اللي انت متوسم فيه خير الكابتن عصام فتاح. لا لا انا بقول اختيارات كمان بدايه المشكله ان كمان ما اديتش انطباع ان انا عايز اغير، ولكن يعني اكمالا للكلام ده يا اسامه هو زي ما انت قلت. انت استنى بس، انت مالك حاسس ان انت اتدبست كده على الهوا؟ لا اصل انا عندي تحفظات طبعا على كابتن عصام واحنا متفقين في ده. اه طبعا، لا كابتن عصام متفقين فيه، كابتن عصام متفقين فيه. الفكره يا اسامه بتاعت المغالطه، وهي زي ما احنا بنقول ربط ما ليس الا بعله. النادي الاهلي متصدر الدوري، حقق 8 فوز وتعادل، اذا النادي الاهلي لم يعاني من التحكيم. زي ما قلت انت حته المنافسين، كمان المباريات المباشره اللي الزمالك استفاد بيها في النقاط زي مباراه سيراميكا 1-0 ومباراه فيوتشر 3-2. فانا بدل ما كنت مثلا سي بسيطه جدا هحتاج 5 نقاط عشان احسم الدوري مثلا فاضل عليه، لا بقيت محتاج 8. ليه؟ لان المنافس بدل ما يفقد نقاط فاحتاج 5 بس، لا اكتسب نقاط مش حقه فبقيت لسه محتاجه اكسب 8. دي معادله بسيطه جدا. لا لحظه، في نقطه مهمه لازم اضيفها هنا. قول. الا وهي ايه؟ ده انا كمان منحت للمنافس فرصه انه يظل في المنافسه فيبدا يلملم اوراقه. لا مش هبقى محتاج 8 و5، ده انا ممكن نفس فرضيه بالظبط ان انا دلوقتي لو انا بعيد عن المنافس 5 نقاط نفسيا نقع. بالظبط نفسيا نقع، لكن انا حاليا نفسيا ما وقعتش. ليه؟ لان بيتقال لي اصل فرق 6 نقاط. تخيل ال6 نقاط لو 11 خلصت. انا بقى اللي عايز اقوله لك ان ده من افضل بيانات النادي الاهلي. يمكن احنا بنتكلم فكره البيانات ليه من افضل البيانات، لان انت مش طالع بعد مباراه انت كان عندك مباشره فيها فقد للنقاط فطالع تتكلم في التحكيم. لا، انت شفت التجربه وبتقول انا مش مشكلتي هنا بس، بتقعد تتكلم وتقول ده الانديه المنافسه وده اللي حصل. انت بتديهم افضليه ان يفضل رجلهم في الملعب، لو على فكره شيء مستحق احنا بنتكلمش، انما لما يكون غير مستحق هنسمع الكلام كمان بتاع وكأن مشكلة الدوري أو التحكيم في الدوري الأهلي بس اللي بيتكلم فيها جه رئيس الرابطة. وعشان كده إحنا بنقول لكم إن إحنا متفائلين وهنفضل عادنا بيكم، لو شفنا أي حاجة بنرصدها، لو شفنا حاجة إيجابية بنقولها. نشوف الكلام، لأن الكلام نفسه فيه تفاصيل تؤكد إن الموضوع أكبر بكتير جدا من 1 و2% وأكبر بكتير جدا من إن النادي الأهلي هو اللي عنده مشكلة مع التحكيم. نسمع رئيس رابطة الأندية الأستاذ أحمد دياب وهو بيتكلم عن التحكيم المصري. خليني أسأل بقى حضرتك فيما يتعلق بجزئية النادي الأهلي وبيان النادي الأهلي بالأمس اللي أصدره الكابتن محمود الخطيب. يعني ايه الكواليس او ايه التواصل اللي حصل ما بين حضرتك وما بين الكابتن محمود الخطيب في الجزئيه المتعلقه بتكافؤ الفرص والجزئيه الاخرى المتعلقه بالتحكيم؟ احنا الحمد لله على تواصل دايما مع ال 18 نادي، زي ما اقول لك الرابطه هي بتمثل الانديه، فطبعا التواصل مع الكابتن الخطيب دايما بيكون موجود وبارائه، والحقيقه هو بيتكلم دايما من منظور البطوله ككل او تكافؤ الفرص للكل. فاتكلمنا كنا في موضوع ضغط المباريات وافريقيا وعدد للاربع انديه المشاركين، يعني الحقيقه كان حديث في المجمل على شكل المباريات والموسم في اللي احنا ده لازم يعني نراعي ده، وخاصه الاهلي بصراحه اكثر الانديه المتضرره من الاربعه، لان هو كان عنده كاس عالم للانديه كمان غير
المباريات وحصل تأجيل للمباراة بتاعه المريخ دي مؤجلة. أي مظبوط. فدي وكان الجدول الدوري نفسه اتعمل فبقى الأيام أقل من بقية الثلاث أندية اللي بتلعب في أفريقيا. ده اللي احنا اتكلمنا فيه بشكل عام. وكان في كلام طبعا عن الأخطاء التحكيمية، شوية كلام في أخطاء تحكيمية. والحقيقة ان احنا يعني في الحتة دي أخذنا شكاوي من أندية كتير جدا في الفترة اللي فاتت، فوق الثمان تسع أندية يعني، الاهلي المحله فوق الثمان وتسع انديه. طيب الاهلي المحله، اسماعيلي، المقصه، سيراميكا، فيوتشر، فاركو. لا ما هو ده كده خلاص، ما انت يعني معدي نص الانديه الدوري المصري. طيب بشكاوي بوقائع تخص التحكيم. مهم جدا في الجزء الاول واحنا بنتكلم عن ضغط المباريات اللي كان بيتقال ان رابطه الانديه بتقر بضغط المباريات، ولكن ده ما نتجش عنه كمان تأجيل للأهلي. يعني أنت لم تطوع الموضوع وأنت بتتكلم لمصالحك الذاتية. يعني عاكس ده في إيه؟ في قصة التحكيم، إن النادي الأهلي معني، أو كابتن محمود الخطيب كمان في الحوار معني بجودة التحكيم في المسابقة ككل، وهو ده الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها، مش في ماتشاتي بس تقول لي كذا. وده وعي باللي حصل الموسم اللي فات. والجزء بقى الأهم، الواحد والاتنين في المية اللي هي الاساس بتاع السيجمنت او الفقره اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان اكتر من 9 انديه تقدموا بشكاوى، يعني اكتر من نصف الدوري المصري. هل نقدر بعد كده نقول ان النادي الاهلي بيتكلم عشان بيراميدز والزمالك هم فين استفادوا، او ده 1.2%؟ لا، النادي الاهلي لما بينزل بيان عارف بيقول ايه. النادي الاهلي عموما لما بيتكلم في قضيه اتحدى ان انت تثبت ان هي قضيه غير عادله لو بتتعامل بالمنطق، اما في حاله افتقاد المنطق فانت هتقول اللي انت عايزه. انا عندي هنا نقطه مهمه جدا، وده اللي انا يعني اشرت ليه في بدايه فقره التحكيم، لما قلنا ان البعض بيروج لفكره الظلم التحكيمي اللي وقع عليه اعلاميا ويبدا يصدر المشهد ده. وعشان كده قلت يعني رابطه الانديه نامل فيها خيرا ونتوسم فيها خيرا بفكره ان ما ينفعش ده يتلعب تاني. لما اتقال الانديه اللي اشتكت من التحكيم، سمعتوا نادي في المربع الذهبي او في المثلث الذهبي اللي هو النادي الاهلي، حلو المثلث دي عشان نقول ايه، بيراميدز والزمالك. فين بيراميدز والزمالك وشكواهم من التحكيم المصري؟ طب بيراميدز ما بنشوفش كتير تصريحات عن فكره الاخطاء التحكيميه، لكن احنا تاريخيا مع اعلام منافس بيتكلم دايما عن فكره ان الزمالك اشد عرضه للظلم التحكيمي. انا خايف بعد تصريح الاستاذ احمد دياب يطلع بعض الحكام اللي يمنحوا نادي الزمالك اللي يجعلهم يشتكوا من التحكيم. بمعنى ان حاليا مفيش اي شكوى، بل بالعكس نادي الزمالك يعني الاكثر حصولا على ركلات جزاء معظمها صحيح، ولكن في علامات استفهام على ركلات جزاء كانت ضده زي ماتش سيراميكا، وركله الجزاء اللي اتاخدت لنادي الزمالك فتحت مباراه انبي اللي اشتكى منها الكابتن حلمي طولان. فبالتالي في نسبه من الخطا موجوده وفاتحه لان في تقنيه فيديو. حاليا ممكن الناس تنتبه، ايه ده، احنا ليه مش بنشتكي من التحكيم؟ احنا هنسيب الاعلام الخاص بالنادي الاهلي يتكلم عن فكره هو فين التحكيم اللي انتوا بتشتكوا منه، فنطلع نشتكي من التحكيم. طب هنلاقي ايه نشتكي من التحكيم؟ ممكن بقى ندور على فاول، ممكن ندور على انذار يستحق الانذار فنتكلم عنه ان هو يستحق كارت احمر، فنبدا نشتكي من التحكيم. انا خايف بعد التصريحات دي نشوف اللقطات دي، لكن الوضع واضح جدا من اهلي زمالك بيراميدز، المتضرر هو النادي الاهلي، ومش متضرر بعدد نقاط قد ما متضرر بعدد حالات تحكيميه كان المفترض تقنيه الفار تاخد قرار سليم فيها. يا صديقي مخاوفك مشروعه، ولكن انا ايضا لدي بعض المخاوف الاخرى. يمكن احنا تناقشنا معاكم بموضوعيه شديده جدا بنقاط بتحليل حكام، ده استندنا ليه، لان اي منظومه عايزه تطور اي مشكله عندها بتاخذ بسبب اول النقد. النقد ده هو اللي بيحولك انك تعرف الخلل فين والمشكله فين. سمعت بعض الاراء مؤخرا بتتكلم ان بدايه اصلاح التحكيم المصري هو بعدم تناول التحكيم وبالغاء فقرات التحكيم وبان الناس ما تتكلمش في التحكيم. اطلاق الامور بالشكل المعمم ده والشكل اللي فيه العموم ده خطر كبير جدا. انت لازم يبقى مشكلتك مع اللي بيناقش التحكيم، هل بيناقش بموضوعيه ولا لا؟ ولو بيناقش بموضوعيه زي ما نزعم ان احنا بنعمل ونزعم هنا بالحالات وبالارقام وبكل الفقرات اللي استعرضناها، وبآراء الخبراء مش ارائنا الشخصيه، يبقى عليك ان انت تاخذ بالكلام ده عشان تطور فعلا التحكيم. بدايه انهيار التحكيم اكتر من الحاله اللي احنا بنحاول نخرج منها
وفكره ما تتكلموش في اللي بيحصل تحكيميا خطا، اقبلوا بالامر الواقع وهو ده التحكيم، ده هيبعدنا اكتر. زي ما احنا قلنا في مباراه التصفيات مفيش حكم مصري موجود ضمن 10 مباريات ذهاب وعوده. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا. فقره ريمونتادا احنا هنا لما بنتناول يعني بعض اللاعبين القدام اللي ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي بنكون بمنتهى الوضوح يعني نستشعر بعض الحرج، ولكن احنا هدف البرنامج ولما قلنا في اول حلقه الاهلي خط احمر امام ابنائه قبل اي حد يتناول او يتجاوز او يتخطى حدود الاهلي، كنا بنقول الكلام ده واحنا عارفين ان هيجي في وقت من الاوقات نشوف ان في اختلافات في وجهات النظر مع بعض النجوم اللي ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي. لهم كل التقدير والاحترام، لكن لما يكون لهم راي في مشكله للنادي الاهلي او هيسبب مشكله في النادي الاهلي يبقى لازم نقول هنا في خط احمر. نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا. المؤتمر الصحفي يعني هم يعني كنا الاذكى، طب ما طبيعي النادي الاهلي يبقى اذكى من اي فرقه في مصر ويبقى مركز وبيلعب على بطوله. ده عادي جدا، والفريق هيبقى احسن بعد سنتين. لسه نستنى سنتين عشان نتفرج الفريق؟ تفرض اصلا مع الوقت يعني كل سنه هتبقى. انا برد بجاوب يعني هو افرض لا قدر الله حصل اخفاق للنادي الاهلي مثلا، حد هيستنى عليه او هيسموا عليه؟ لا طبعا، ده هو مش عارف يجدد دلوقتي، لسه هيستنى سنتين. تجديد بالنسبه له ايوه. تضحك على ايه؟ ايه يا رضا في ايه؟ لا والله هو مش عارف يجدد، وده عندك حق فيها. طب اقول لك على حاجه، استنى، هو كابتن خطيب ما جددوش لغايه دلوقتي؟ مش مقتنعين. ليه؟ والله مش مقتنع. يلا مع خلينا نتكلم بهدوء وبوضوح شديد جدا، لينا موقف مع البرنامج. انا يعني انا وفارس بنتكلم بوضوح جدا وهو موافق معايا الراي، احنا هنا برنامج الاهلي خط احمر لينا موقف واضح مع هذا البرنامج. من وجهه نظرنا ان البرنامج ده تقريبا كده وجوده من اجل انتقاد النادي الاهلي. جبنا مواقف قبل كده وجبنا تصريحات قبل كده وجبنا فقرات قبل كده وكتيرة جدا، وبتختلف الأشخاص ولما يتغير الشخص لكن الكرسي ثابت في نفس المكان بنلاقي الأراء دي ضد النادي الأهلي. تخيلوا أن الكلام ده كان بيتقال بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز 3-0، وطبعا اتفاجئوا بفكرة أن النادي الأهلي جدد لبيتسو موسيماني وهم على الهواء أو بعد ما البرنامج انتهى تم الإعلان بشكل رسمي. متخيل عزيزي المشاهد أن النادي الأهلي بيفوز على بيراميدز 3-0 وده كان مدعاه للسخريه والضحك على موقف بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي من قبل الكابتن محمد فاروق، الكابتن سمير كمونه، الكابتن رضا عبد العال، الثلاثه ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي. الوحيد اللي كان عامل فكره يعني الشو مع يعني مش هتدخل في نوايا لكن كان يعني بيوازن شويه يا جماعه، لا برضه مش كده، هو الكابتن محمود ابو الدهب. ما دون ذلك الشو اللي بيتعمل ده كان بيتعمل بعد فوز النادي الاهلي على بيراميدز، وحظهم السيء ان النادي الاهلي بعد ما طلعوا من الهوا اعلن بشكل رسمي تجديد التعاقد مع بيتسو موسيماني. ده اللي حصل، ولكن بما اننا بقى بنتكلم عن اكتر كمان من فكره ما قيل في الفقره وبنتكلم عن استراتيجيه البرنامج نفسه واهدافه، يمكن انا اختلفت مع كابتن ابراهيم سعيد كتير، اتفقت معاه في بعض الاحيان، لكن أنا هنا بديله حقه في نقطة مهمة جدا. كابتن إبراهيم سعيد رفض أن يستخدم أو يقبل على نفسه اللي أنتوا شايفينه ده، وده كان واضح جدا لأي حد، لدرجة اللي خلت كابتن رضا عبد العال بما معناه يعني يتكلم بعد كده أن اللي هو بيمنح ويمنع مين يظهر ومين ما يظهرش، وده يفهمكوا كواليس كتيرة جدا الأدوار هتختلف والأدوار هتتغير، بس الكلام واحد والهدف واحد. النادي الأهلي ليس فوق النقد، لكن النقد الموضوعي اللي بيخلي ناس فشلت في تجارب كتير جدا تدريبيه وما قدرتش تثبت نفسها في حاجات كتيره جدا اتجهت لاتجاه ان الشيء الساخر او الكوميدي يبقى هو الطريق الوحيد ان يبنوا تاريخ اعلامي. نيجي نشوف بعد كده ان الراي ده ما كانش استثناء، ونسمع كابتن سمير كمونه وهو بيتكلم عن بيتسو موسيماني. رايك في موسيماني يا كابتن رداد؟ موسيماني؟ اه بص يا كابتن مش عارف اتكلم بصراحه يعني سريعا بس يا كابتن بعد اذنك لو عندك. لا مش سريعا، سيبه بقى يتكلم. ايه ده فاضل دي عشان انا عندي وقت. اتفضل. بص هو موسيماني حظه حلو ان هو ماسك الاهلي وهو محظوظ، مدرب محظوظ. ليه؟
معاه تيم قوي، مجلس اداره عامله سبورت جامد جدا، عنده كل الامكانيات، فبالتالي بيشتغل مع مجموعه قويه بياخد بيها البطولات. تمام، تمام كده، ان هو النادي الاهلي كبير عليه. ده تحليل كبير عليه زي ما بياخد بطولات. يا الله ينور عليك. تمام، تمام كده. السؤال اللي هي بعد اذنك. ماشي، ما انا ما قلتلكش حاجه، اتكلم بقى. ما انت عمال تقاطعني يا عم. موسيماني ما بيجيب بطوله. والله والله يا فاروق، والله كلامه جوه الاوضه غير كلامه. طيب كمل. انا باللي بقول على خلي بالك، اصل كلمه محظوظ دي صعبه قوي. ممكن نسيبه الكاميرا كابتن، واي مدرب يمسك النادي الاهلي كابتن عشان وقت الكابتن. ايوه محظوظ انه يمسك فرقه كبيره. بس هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، بس في حاجه كمان. النادي موسيماني ايامه معدوده في النادي الاهلي. ايوه، بدليل ان لغايه دلوقتي ما جابش حبيب النادي الاهلي نجح اي حد لغايه دلوقتي. يعني مش معاك ايامه معدوده ليه؟ قول يا كابتن ليه. النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني قوي جدا خلال مش هقول لك ايام، ممكن بكثير او شهر، يعني بعد البطوله الافريقيه ممكن. مدرب كان ماسك تيم قوي هنا وتيم كبير، يعني التعاقد اللي بيحصل او المدرب بيلعب كوره مع النادي الاهلي، بيلعب كوره دي مهمه جدا. ان لعيبه النادي الاهلي يا كابتن رضا يا كابتن عم محتاجين يلعبوا كوره مع المكسب، يبقى مكسب واداء. انا بقول لك دلوقتي معلومه يعني عندك على مسؤوليتي. موسيماني موسيماني يا كابتن رضا في خلال ايام مش هيبقى موجود معانا، بدليل ان لسه ما جددش معانا الاهلي. وكل لما يجي يجدد يقولوا له ايه الموضوع والملف بتاعك دلوقتي، لجنه التخطيط ايه مع الكابتن خطيب. فهنا بقى طالما راح للكابتن خطيب هيبقى هنا في بقى ايه علامه استفهام. انا بقول لك فيريرا جاي النادي الاهلي في خلال ايام. فيريرا انت قلت الاسم خلاص. انت قلت الاسم. بقول لك الاسم انا، ايه المشكله؟ بصوا الكلام ده ليه دلوقتي؟ الكلام ده دلوقتي يمكن أهم من إن إحنا كنا نكون كسبانين النهاردة ونجيبه. ليه أهم؟ لأن أنت أحياناً تيجي في ظرف زي ده والنادي الأهلي محقق نتيجة سلبية، تخاف إن أنت أو تدخل في فكرة إنك تعرض وترد له. لا، اختلف مع موسيماني فنياً زي ما أنت عايز، بس لما تيجي تتكلم وتدي له حقه وتقيمه في بطولات حققها وتاريخ كتبه، وراجل بياخد برونزيتين كاس العالم للانديه وتوخل بيشيد بيه، وقبل كده مدرب البايرن بيشيد بيه، فاعتقد هنا نقد ناس بعيده جدا 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 عن اي اسس للتقييم المنطقي ما يهزكش كاهلاوي ولا يفرق معاك. اختلف مع موسيماني، بس اختلف بعينك انت، اختلف بعين المحب للاهلي، ما تختلفش بعين اللي هدفه يضرب في النادي الاهلي. وكان بيقول ان مدير فني اخر جاي للنادي الاهلي، شفنا حتى المدير الفني ده مع الفريق اللي راح له بيحقق ايه، هو ايضا تجاربه الافريقيه السابقه لم تكن جيده. فالكلام واضح، استراتيجيه معينه ممنهجه. وقول يا كابتن سمير، اتكلم يا كابتن سمير، ده انا نفسي، ده انت قاعد اصلا جنب عشان تتكلم الكلام ده. سيبوه يا جماعه يقول، وسع له السكه. خدت سكه الترند، خدت سكه زي ما انا بقول قطار كابتن رضا عبد العال، بس صدقني القطر ده اخر محطه فيه وحشه جدا. بتنزل من القطر ما يكونش حواليك اي حد، لا جمهور ولا مصداقيه ولا ناس تحب رايك او تحب تسمعه. في نقطه هنا ممكن البعض يطلع يقولها، ويمكن كابتن سمير يطلع، وانا انتقدت النادي الاهلي، انا قلت ده في لعيبه كويسين وفي مجلس اداره كويس. لا 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 لا، اكيد اكيد احنا عارفين الجيم ممكن يتلعب ازاي. بيتسو موسيماني حاليا محقق نجاحات مع النادي الاهلي، اضرب استقرار من اضعف نقطه، نقطه المدير الفني، لان المدير الفني معرض ان هو يفقد مباريات، يفقد نقاط، فالجماهير تبقى غاضبه، فالعب في الحته دي. لا، الاداره، اداره، جهاز فني، لاعبين، جماهير، كتله واحده، اي ضرب في عنصر منهم هو ضرب في استقرار النادي الاهلي. لكن هل ده فقط لا غير كان الامر؟ لا، عندنا فيديو اخر من الكابتن رضا ابو عال، واعتقد ان شفته كابتن رضا ابو عال وهو بيقول على كابتن محمود ابو الدهب، ده اللي بيقوله جوه الاوضه غير اللي بيقوله بره، عشان لما اقول لكم ان ده شو هم اللي قالوا ان ده شو. نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم. اسالك سؤال، حبيبي ده شغل ولا شغل لعيبه في الملعب بس يا كابتن؟ لا انا كابتن رضا. كابتن كمون امبارح كان مدير فني، انت مدير فني، انت كنت بتقول لعيبتك انت روح مرقص وجيب هدف، ولا كان ده انت بتحط امكانيات معين وامكانيات لعيب بقى هو بيستخدم سيستم معين ده بتاعه او بتاعك انت عشان يعمل مهارته الشخصيه او امكانياته عشان يهدف؟ انا لو بدرب النادي الاهلي هقدم مستوى افضل من موسيماني. انا لما كنت بمسك فرقه صغيره على قد الامكانيات الماديه وامكانيات اللعيبه، مش اللعيبه دي، مش اللعيبه دي، والفكر ده هات موسيماني مسكه جمهوريتش بيه،
هيعمل ايه؟ مع كل احترام طيب. طبعا مع كل احترامنا طبعا. فيريرا مدرب الزمالك كان مرشح وانت واحد من الناس اللي قلت اللي هو كان هيروح الاهلي، لو كان لو بقى مكان موسيماني ده بعد مباراه الاهلي وبيراميدز الحوار كان طويل جدا، حلقه كامله تقريبا على بيتسو موسيماني وهو فايز 3-0، متخيلين زي فايز كان 5-3 وطلع الانتقادات لبيتسو موسيماني ويتقال لا احنا خايفين على مصلحه النادي الاهلي، اصل ما فيش كرة حلوة، واضح جدا ان هو اتجاه. النقطة اللي هنا مهمة ان كابتن محمد فاروق كان بيتداخل طول الوقت بفكرة ان لا الراجل مش قصده كده، موسيماني مش قصده كده. حلو جدا، وعشان نقول لكم ان هو شو متكامل، اسمع بقى الفيديو اللي جاي لكابتن محمد فاروق لانه مسك الختام. شركة الكرة حتى الان بترفض تجديد عقد موسيماني، ويعني بتدي توصية ان التجديد او ان احنا نكمل مع موسيماني او يكمل مع موسيماني النادي الاهلي يكون موجود في نهايه الموسم وليس الايام القادمه. يعني شركه الكره عندها وجهه نظر وفيجن ورؤيه ان يشوف المرحله القادمه بالنسبه للبطولات سواء الدوري او دوري الابطال، دوري المصري والدوري الابطال، هيروح موسيماني بالفريق لفين، وبالتالي يتم تحديد موقف موسيماني في نهايه الموسم. دي توصيه من خلال شركة الكرة وفكرها عن التجديد مع موسيماني. هنشوف أيضا الفترة اللي جاية هيكون ماشية إزاي في موسيماني. في نفس الإطار كابتن حسام غالي عنده تحفظات وتوصيات أيضا باستمرار موسيماني. يعني أحد أعضاء مجلس الإدارة والمنسق والمشرف على وأحد أعضاء لجنة التخطيط برضو عنده الفكرة في التحفظ على التجديد في الوقت الحالي كابتن حسام غالي. دي بقى اسمها ايه؟ اضرب ولاقي، بينج بونج، اضرب ولاقي، نفس الكلام اللي هم بيقولوه هو بيقوله، ده اللي بيتعمل مع النادي الاهلي. ودي الفكره اللي حبينا نوصلها لكم. نثق في جمهور النادي الاهلي ان هو من حقه يزعل، من حقه ينتقد، ولكن بعين المحب ليس بعين صاحب المصلحه. جمهور النادي الاهلي عنده مصلحه واحده بس، هي انتصارات النادي الاهلي. نشوفكم دائما والاهلي منتصرا، وان لم ينتصر نظل له عاصفين. شوفكم الحلقة.